مرحبا، اهلا وسهلا فيكم وسلام للجميع في سهرة رمضانية ثانية من سهرات اللي عودناكم عليها. اليوم انا ونسرين حنكون مع بعض. اهلا وسهلا فيك نسرين. يا هلا فيك دكتور جمال، اهلا وسهلا بكل اللي عم بيشاهدونا هلا وين ما كانوا، بكندا، بامريكا، بالقاره الامريكيه او بكل بلاد العالم. دائما بيسعدنا وجودكم معنا بحلقتنا من جمال الحوار. اليوم طبعا ضيوفنا هن من اروع ما يكون، ونحن كثير متحمسين لحتى نشارككم هاللقاء الحلو اللي هي طبعا بكل فخر واعتزاز الأوركسترا الكندية العربية. بنرحب فيهم جميعا بحلقة الليلة. دكتور جمال، اهلا وسهلا فيهم. بدي احكي لكم شويه على الاوركسترا الكنديه العربيه. الاوركسترا الكنديه العربيه هي حاضنه الموسيقى في نورث امريكا. الموسيقى في نورث امريكا بدات بافراد، ولكن ما قامت به الاوركسترا هي جمعت كل هذول بعض الافراد، بعض الموسيقيين والمنشدين والمغنيين والملحنين، وعملت أوركسترا بشكل عام بحيث إنها تقدر تمثل الثقافة العربية. راح يكون معنا اليوم أعضاء، بعض الأعضاء، بدناش تحكي كلهم لأنه هم ما شاء الله اللهم زد وبارك عددهم كبير. حيكون معنا وفاء. أهلا وسهلا فيك وفاء. اهلا وسهلا فيكم، مساء أنا الخير، كيف مساء النور، حالكم؟ شرفنا. ما شاء النور. اهلا أنا نسرين، حشيل البراند عشان الناس تشوف الأسماء. وفاء أهلا وسهلا فيك. معنا مهند. اهلا وسهلا فيكم، مساء هلا الخير. اهلا مهند، مساء اهلا النور، فيكم. ربا يا مساء الخير، يا اهلا مساء النور وسهلا. والأنوار، يا رب نورتونا جميعا. شكرا. وعمر، عمر اهلا عوافي وسهلا. عوافي يا هلا عوافي أستاذ عمر، عوافي لكم اهلين. جميعا. طبعا بشكل عام يقال انه حوار شخص غير موسيقي مع موسيقيين شيء صعب، وعشان هيك أنا اليوم يعني سأستند على صديقتي وأختي نسرين بحيث إنها تكون المحور الأساسي في الحوار، لأنه أنا صراحة لا دو ولا رو. لا 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 لا، مش لهالدرجة دكتور جمال، يعني دكتور جمال دكتور جراح بس الظاهر بالميوزك. بس أنا بعرف الجراحين دائما بيسمعوا ميوزك هم بقلب غرفة العمليات، يعني والله حسب لا لا، طبيب جراح علوم بس بالناس. طبيب العيون بس. بس أهلا الدكتور وسهلا. جمال متذوق للموسيقى، يعني دائما بالضبط. بيكون أول الحاضرين والداعمين لنا بالكونسرتات اللي بنعملهم بأوتاوا، يعني فمتذوق للطراز الرفيع. ربا لا اخفيكي، انا بدي احكي لك شغله بس. احكي لي. احنا ما بنحضركم لانكم انتم اصحابنا، لانكم انتم كل مره بتيجوا فيها على المدينه اللي احنا فيها، احنا في اوتوا، بتيجوا بشغله جديده، شغله انيشيتيف، اشي اختراع في الموسيقى. يعني انا بعتبركم انتم مبدعين في الموسيقى. يعني انا حنحكي عن هاي المشاريع، بس كل مره بروح صراحه يعني رايح انت على اوركسترا، اوكي ناس بدها تغني، لا انتوا بتجيبوا روح جديده، انتوا بتعملوا رونق جديد للموسيقى اللي احنا حابين نسمعها. يعني بتدمجوا الحضارات، تدمجوا الثقافات، هذا كله حنحكي عنه. وفاء بدنا نسالك، كيف بدات الاوركسترا؟ قبل ما نبلش حكيم بسؤالك، بس انا بتذكر انه اول مره التقينا مع بعض انت قلت لي قديش بتحب العود. بحب العود، مظبوط بحبه، صح مظبوط، وعزفت لي عود يومتها، صح صحيح مظبوط مظبوط. فعلا، من اول لقاء واحنا يعني في الاهتمام من الدكتور بموضوع الموسيقى. وطبعا اول شيء بحب امسي عليكم جميعا واحيي كل يسعد الزملاء مساك. الموجودين. الحقيقه المشروع بدا من قبل ما ننتقل انا ولميس لكندا. نحن موسيقيين، درست الموسيقى في فلسطين في القدس، ولميس كانت كمان جزء من المعهد الوطني للموسيقى في فلسطين اللي لاحقا انا درست في آلة القانون، ومن ثم انا وياها تناوبنا على استلام إدارة المعهد، الى ان طبعا صار بيناتنا الحمد لله التوافق الشخصي وارتبطنا مع بعض. وبحكم انه هي عازفة بيانو بدأنا نفكر في الطريقة ان ندمج الموسيقى العربية مع الموسيقى الغربية، خصوصا انه انا عازف قانون وهي عازفة البيانو، ولقينا انه ارتباطنا الشخصي كمان ممكن ينعكس على الموسيقى،
وينتقل يتطور ويعكس العلاقة بين الشرق والغرب بالذات من خلال الآلتين اللي هي البيانو اللي بتمثل الموسيقى الغربية والقانون طبعاً بشكل أو بآخر اللي بيمثل الموسيقى العربية. وأنشأنا فرقة مصغرة أطلقت أول عروضها في مهرجان الياسمين بمدينة القدس ضمن مهرجان الطرب. ومن ثم طبعاً لميس كندية المولد، الظروف السياسية اللي في فلسطين أجبرتنا على أنه نفكر شوي بمنطق مختلف بحكم عنا صار أولاد، وتعرف الوضع السياسي مش سهل والأمني، فقالت ليش ما نعطي الأولاد فرصة بحكم أنه أنا كندية وهم يحملوا الجنسية الكندية، شو رأيك أعطيهم فرصة نجرب نطلع لكندا؟ وفعلا بال 2013 قررنا الانتقال. طبعا دخلت على كندا وأنا مفكر أنه يعني ما لقيت الموسيقى العربية موجودة بأي شكل، يعني يمكن بعض الأصدقاء الزملاء اللي كانوا بيقدموا موسيقى مبسطة في المطاعم في بشكل يعني حسيت أنه طبعا مع احترامي للجميع لا ما بيعطي الموسيقى العربية قيمتها الحقيقية. فأنا ولميس شفنا أنه من المناسب جدا أنه في أرضية خصبة وفي تعطش من الجمهور الموجود، أنه ليش ما نبلش في مبادرة نحيي فيها المشروع اللي احنا بلشنا فيه بالقدس. وفعلا بال 2014 اطلقنا اول عرض ضمن مجموعه مصغره وكان اسمه ايست ميت ويست، قدمنا فيه الموسيقى العربيه مع الموسيقى الغربيه في مسيساغا، وكنا متخوفين جدا يعني فكرنا انه ما حدا حيحضر من الناس لانه احنا لسه جداد على البلد وما حدا بيعرفنا. صدمنا انه العرض كان سولد اوت من اول واو. عرض يعني العرض بنقدمه طبعا هو سولد اوت مش على عدد كبير، يعني كان الجمهور المتوقع هو 150 شخص، لكن هالاستقبال والاهتمام من الناس بالموسيقى الكلاسيكيه خلانا نحس انه there is a value، واضح انه الناس مهتمه ومتعطشه انها ترجع تسمع موسيقتها الكلاسيكيه الاصليه. وبالتالي يعني كانت دفعة حقيقة قوية جدا لأنه نستمر. ومع يعني مرور السنوات ووجود يعني زملاء زي عمر وربا ومهند وزملاء آخرين المشروع بلش ياخذ منحة أكبر وأطول إلى أن وصل للحال أو للشكل الموجود فيه، أوركسترا تحوي أكثر من 55 عازف بتقدم واو. قدمت يمكن أكثر من 130 عرض، عم نعمل عروض في كل كندا. السنة هاي كان في مفروض مشاركة لإلنا بالميدل إيست بالشرق الأوسط تأجلت بسبب الوضع، والآن طبعا لسه رجعت الاتصالات كمان إن شاء الله بوتنشال كونسرت بالميدل إيست. قدمنا حضرنا المهرجان، جهزنا المهرجان الموسيقى العربية بال 2017 لحتى نحاول إن نشرك موسيقيين من العالم العربي ليوصلوا الرسالة معنا. يعني ما اكتفينا بجهودنا نحن الشخصية، حسينا إنه كمان جيد إنه في طاقات في العالم العربي تستاهل أو تستحق إنه كمان تكون جزء من الرسالة اللي إحنا بنقدمها اللي هي توصيل الموسيقى الراقية والذواقة لجمهور العربي والجمهور الكندي في كندا. ومن ثم خطرت علينا كمان فكرة المعهد الكندي العربي للموسيقى، قلنا أن نواة هالمشروع صحيح من موسيقيين وطاقات شابة موجودة، لكن كمان لازم ينقل هذا الإرث لموسيقيين جداد ولشبابنا الصغار. وهناك انطلقت فكرة مشروع Canadian Arabic Conservatory of Music اللي الآن فيه ما يقارب 200 طالب وطالبة بيعزفوا آلات الموسيقى العربية والموسيقى الغربية، واللي نشأ منهم اليوث أوركسترا اللي هي أوركسترا الكندية العربية للشباب اللي بدأت عروضها وكان لها مشاركتين في المهرجان السنة اللي فاتت، آخرهم كانت مع الزميلة ريمي بندلي. أنا يعني حاولت أختصر الفكرة سريعا حافظ الدرس
يعطيك العافية. استاذ وفاء، انا كان عندي سؤال لك. لما عم نحكي على اول عرض للاوركسترا وكان سولد اوت، هل معظم الجمهور بيكون جمهور، لما شو لاحظتوا؟ هل الاقبال كان اكثر من الجمهور العربي الذي يعيش في المهجر، ام من الجمهور الغربي الذي يستمتع بالموسيقى العربيه؟ هل لك ان تخبرنا؟ شوفي، بالحقيقه في البدايه طبعا انا شخصيا، وحتى يعني منظوري انا ولميس في الفكره، انه لحتى انت تقدر تقدم موسيقى لثقافات اخرى او لناس من ثقافات اخرى، لازم جمهورك انت يقتنع فيك اولا. فاذا انت ما اقنعت جمهورك اللي هو بيعرفك وبيعرف موسيقتك، فاذا انت ما راح تقدر تنتقل للجماهير الاخرى. فكان تركيزنا في البدايه على الجمهور العربي، ونثبت لجمهورنا انه نحن قادرين على تقديم الموسيقى اللي هم بيعرفوها بالشكل الكلاسيكي اللي لازم تتقدم عليه. فجوابي على سؤالك انه في البدايه كان اول عرض كان من جمهورنا العربي فقط، مع يمكن بضعة أشخاص، لكن العرض الثاني اللي إحنا كمان استغربنا منه كان مناصفة بين الجمهور العربي والجمهور الغربي أو الجمهور الغير عربي من الثقافات الأخرى اللي بتشكل موزيك الكندي. وكان يعني مهم جدا إنه نلاحظ إنه طبعا من كمان خلال فترة العروض اللي قدمناها، إنه الجمهور الكندي جمهور ذواق جدا ومهتم بالتعرف على الثقافات الأخرى، منفتح جدا ويتذوق الموسيقى العالمية بشكل فظيع. وهذا بيحملنا مسؤولية دائما كل سنة، يمكن زملائي they will contribute into this، على أنه نهتم في نوعية المادة الموسيقية اللي لازم تقدم، وخصوصا للجمهور غير العربي. صحيح. ربا أنا بدي أسألك سؤال. طبعا أنت أحد وجوه الأوركسترا، ويمكن الوجه المشرق كمان منها، حسن الاختيار، جميلة، لبقة الكلام. انك انت ايش، انت الكوميونيكيشن مانجرز او لا؟ انا الاوبريشن مانجر. اوبريشن مانجر. وبلشت الحقيقه انا مع الاوركسترا كمغنيه بالكواير. طيب حلو، يعني صوتك حلو ربا. انك كيف بغني انا وياكي، كيف بتحاولي انت والشباب اللي في الاوركسترا تجمعوا اول شيء شباب من الوطن العربي؟ اللي فهمته انا ما عندكم انتم تركيز على دوله واحده، عندكم من كل الدول العربيه. كيف بتلاقوا الشباب هدول؟ كيف بتلاقوا اعضاء الاوركسترا والكورال؟ انا وفى نسي الكورال، يمكن شويه في عندكم الكورال. يعني الاوركسترا بتشمل الموسيقيين والمغنيين اللي هي سوري اللي هن مع بعض. هلا الحقيقه يعني في حالتين، في ناس احنا بنلاقيهم وفي ناس هن بيلاقونا. هلا كل فترة وفترة بيكون في عنا اوديشنز، اللي هي الاوركسترا بتعمل اوديشنز للمغنيين، بنعلن عنه هذا على صفحات التواصل او على موقعنا. بلس انه فعلا المهتمين بالموسيقى والموسيقيين والمغنيين اللي بيجوا من البلاد العربية او اللي بيكونوا عم يبحثوا عن فرصة لحتى يظهروا موهبتهم ويشتغلوا عليها، غالبا بيدوروا بيلاقونا، ونحن بنكون محظوظين بهذا الشيء. يعني مثلا في ناس فعلا يعني بيحكوا تجربتهم انه هن عرفوا فينا من وقت نزلوا على المطار، يعني في ناس لقيناهم نحن من وقت اجوا من المطار. الحمد لله انه الاوركسترا قدرت تعمل اسم اللي هي تكون الهب لهدول الناس اللي هن مهتمين بالموسيقى كموسيقيين وكمغنيين وكناس حابه تطور حالها، اذا عم نحكي على المعهد العربي للموسيقى. بس غالبا يعني بيكون في عنا اوديشنز، وبنستقبل بشكل دائم الموسيقيين المحترفين والمغنيين المحترفين. يعني هل تركيزكم على بلاد الشام ولا لا؟ لا، شوف الاوركسترا هي فيها ميزه حلوه كثير، انه فيها خليط من كل البلدان العربيه وغير العربيه. الحقيقه يعني هي اسمها الاوركسترا الكنديه العربيه، يعني هي اوركسترا او مؤسسه كنديه بتقدم الموسيقى العربيه في كندا. من اعضاء الاوركسترا طبعا في عنا، خليني اقول 65% عرب، وفي عنا البقية هن غير عرب. يعني في عنا ناس من أصول غير عربية مهتمة بالموسيقى العربية وبتعزف معنا. يعني عنا ناس من، عنا حدا يوناني، وعنا تركي، وعنا إيراني، وعنا ناس من اللي منسميهم الوايت كنديان. هذول كمان عنا عدد لا بأس به من العازفين، من اللي هنا يتذوقوا الموسيقى الشرقية والموسيقى العربية وعندهم هذا الشغف أنه يتعرفوا عليها أكثر. وقد بتحسهم مبسوطين ومستمتعين لما يتعلموا ويسمعوا الموسيقيين العرب ويصيروا يضيفوا من عندهم، لأنه كل حدا عنده من his background
very nice and beautiful touch. فبيضيفوا عليها. بالنسبة للعرب لا الحقيقة في تشكيل هلأ، صحيح نحن سوريين ومسيطرين شوي شيء بنضحك بس يعني نتيجة طبعا أزمات البلدان للأسف يعني، بس هي اللي بتخلي الناس تضطر تهاجر، وحسب الأزمة يعني هلأ الأزمة السورية في أوجه، فبالتالي يعني الوجود السوري قوي. بس لا عنا عراقيين، عنا من مصر، من اليمن، من الجزائر، من لبنان، من فلسطين، يعني خليط كتير حلو. حلو. أنا بحس أن الموسيقيين أو الفنانين مثل الماجنت بيدوروا على بعض لحتى تأتراكت، يعني بتعرفي كيف؟ يعني مثل أنا بغني مثلاً بتلاقيني بفتش بشوف وين في موسيقيين بالانفيرمنت يعني عندي بالكوميونتي لحتى تكونكت وذم اند دو سمثينج، عرفتي كيف علي؟ هلا طبعاً في حسب أي منطقة مثلاً واحد ساكن فيها بتلاقي فيها تجمع أكبر للفنانين، وبتلاقيهم بصيروا يجيبوا بعضهم إنه لا مثلاً تعال هون على تورونتو مثلاً أو على أوتاوا مثلاً بتلاقي لك فرص أكثر كموسيقي. بس فعلاً هي الحروب للأسف يعني بسبب تهجير وهيك جمعت كثير موسيقيين على بعضهم بالبلاد الاغتراب، وهذا الشيء كثير حلو يعني. يعني شو بيقولوا good things came out of bad things يا رايك. هي كانت يمكن هذه جزئية انه مصائب وخوم عند قوم فوائد حقيقة. في بداية الاوركسترا كنا يعني كثير متغلبين في موضوع انه نلاقي موسيقيين، لانه نوعا ما كان في عدد كافي من الموسيقيين اللي بيتعاطوا مع الموسيقى العربية على المستوى اللي حقيقة اللي احنا بندور عليه، يعني مستوى يكون كلاسيكي محترف. يمكن الأغلبية كانت شوي هواة، لكن يعني مش عارف كيف دول، إنه للأسف الظروف السورية كانت موجودة، بس الحمد لله إنه قدرت تجلب لنا موسيقيين. يعني صعب الواحد يحكي، هو كانت فعلا منفعة لكندا وأهل كندا وإحنا كأوركسترا إنه يكون عندنا موسيقيين محترفين من طبعا من سوريا ومن العراق ومن فلسطين، يعني كل البلاد العربية. صحيح. وطبعا لا ننسى الموسيقيين الاجانب اللي هم بشكل 50% من الموسيقيين الموجودين في الاوركسترا. عمر يا سيدي، اهلا حبيبي. قمتم بشيء لم يقم به احد من قبلكم. قمنا باشياء لم يقم بها احد. ابتدعتم بدعه جميله. لا انا بدي احكي عن المهرجان. المهرجان اللي قمت فيه الرائع، انا سمعت عنه للاسف لم استطع انه حضوره، اعتقد كان سنتين متتاليتين، وكان مفروض ثلاث سنين والسنه كانت الرابعه، مفروض الرابعه، وللاسف مع الكورونا الله اعلم شو يصير. لكن خبرنا يا عمر على المهرجان، خبرنا على المهرجان كيف الفكره. نعرف ان عمر هو البي ار مانجر للاوركسترا. تفضل يا عمر. شكرا وفا. المهرجان بدأ يعني ككثير أشياء بدت عنا بحلم وبفكرة حلوة. أكيد بالنهاية المغزى منها والمطلوب منها هو تقديم الفن الراقي، نشر الثقافة العربية والفن العربي، وتجميع العرب وغير العرب بتظاهرة فنية. فبلشنا بال 2017، ويعني سبحان الله كيف في كان تعطش بكندا لأعمال فنية على مستوى عالي. يعني الناس اللي كانت متعودة عليه هو، وأنا يعني ما بقلل من قيمة أي نوع فن بتقدم، الناس كانت متعودة على فن يقدم في مطاعم، فأنت يعني ما بتستذوق الموسيقى والغناء زي ما أنت قاعد بمسرح وعم بتشوف technical systems, sound systems, lighting systems. فالمهرجان قدر يجمع الناس بأعمال مختلفة، إشي منها إحنا قدمناه كself-presented concerts، وإشي منها كان استضافتنا لفنانين عرب. وأجين دائماً إحنا منقول منقدم fine Arabic music، فالفنانين اللي مستضيفهم هم فنانين قادرين بيهتموا أولاً بفنهم، بثقافة العرب، بنشر حضارة العرب، مش التجارة أو الاتجار بالفن. عمر أسماء لناس. والله يعني إحنا كان عنا قبل الويكند الماضي استضفنا بالميوزيك كورتر تبعنا الفنان إلهام المدفعي اللي هو افتتحنا معه المهرجان بال 2017.
ملك الموسيقى. وأنا بالنسبة إلي he's one of my favorites، يعني إنسان عنده مسيرة طويلة، عطاء عظيم، أدخل الجاز والبوب على الموسيقى العراقية. هو فنان اللي شعبي ذكي على فكرة، هو فنان فعلا شعبي ذكي، هو ذكي جدا. وتعرفي يعني أنا حكيت له إياها إنه أنا برأيي هو عبقري، لأنه قدر يلحن ويقدم كوكتيل من الأغاني مش استمرت وإنما مستمرة. يعني أنا نفس الأغاني بسمع له إياها إلي 30 سنة، وكل ما أسمعها بصلت إنه بنبسط وبهيس كأني هلأ سمعها لأول مرة. ففعلا هو فنان عبقري. طبعا غيره من 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 أحب الناس لقلوبنا شرب الروحانة، اللي قدمنا معه حفلتين بال 2017 وبال 2019. استضفنا كارول سماحة، مروان خوري، مرواناجي، فايا يونان، لينا شماميان. أنا عمري 55 سنة، I'm impressed أني متذكر على فكرة كل هالحكي. ما شاء الله العمر كله. ندع الخشب. نصير شمة طبعاً، وعد بو حسون. ويمكن بتلاحظوا من هالأسامي قديش في تنوع كمان بالفن اللي منقدمه، بالفنانين اللي منحاول نستضيفهم. ولكن كلهم مشتركين باللي أنا حكيته من أول، إنه هم فنانين بيهتموا أولاً وآخراً بفنهم، بتواصلهم مع جمهورهم، بشو بيقدموا لجمهورهم، وبالثقافة العربية، وبيهتموا بنشر هاي الثقافة ببلاد المهجر. عمر، هل واجهتوا أي مشاكل from a PR perspective؟ يعني هل واجهتوا أي مشاكل يعني، أو بتخبرنا على أي مشكلة مثلاً واجهتوها يعني بالتحضيرات مثلاً؟ والله إنه مشاكل صدقا لا، يعني أكيد كان في سناكس، يعني دائما you deal with one problem after the other، بس إنه أقول لك إنها والله مشاكل لا. وأنا بعزيها لأنه القائمين على هذا المشروع ناس مؤمنين فيه، وبيشتغلوا بمحبة وبدهم يعملوا إشي يرتقي بالفن العربي ويجمع الجاليات العربية. يعني إحنا دائما بنقول الأوركسترا الكندية العربية هي بيت كل العرب بكندا. طبعا هي هلأ نشكر الله يعني صار في غير العرب كمان، بس منحب دائما نقول إنه بيت العرب هو الأوركسترا الكندية العربية. بنجمعهم بالفرح، نجمعهم على الفن وعلى الموسيقى وعلى الغناء. وزي ما قال وفا الأكاديمية، يعني كانت خطوة كتير مهمة، لأنه غالبية اللي قائمين أو أعضاء الأوركسترا والكورال من القادمين اللي نوعا ما جدد، بينما عندنا جاليات عربية هون إلها سنين وسنين وسنين، فقدت هاي الصلة بينها وبين ثقافتها ولغتها وموسيقها وموسيقتها وفنها. فبتقديم هاي الدروس عم نستقطب صغار وكبار، وبتستغربوا قديش في من خصوصا من الصغار اللي طبعا بيستسهلوا الانجليزي وبدهمش يحكوا عربي. اول ما يبلشوا عندنا بيكون يعني عربيتهم كاسره، هلو ماما كيف حالك، بعدين بصير يغني ويحكي عربي. يعني اتس سو امبرسيف. ما شاء الله. هو فعلا على فكره تعليم اللغه عن طريق الموسيقى. يعني انا عن تجربه، مثلا ابني صغير عمره 5 سنين بيغني يما مويل الهوى، اوكي، يعني هي اغنيه فلسطينيه مشهوره جدا. من هو صغير، هو بيبي، انا بهلل له يما مويل الهوى، فبتحسي لما بيغنيها لفظه، يعني اوكي بيحكي بالانجلش معي كل الوقت، بس لفظه فيها عربي، يعني عربي، ما في اي نوع من الهيكبس او اي نوع من المشاكل. اكيد 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 لاحظتي انه يعني بيحكيها بحب، مش انه اوه ماما بدك اني احكي عربي. كتير لا، كتير فعلا بغنيها بحبه. وبعتقد انه هي اسهل طريقه لايصال اللغه للاطفال، مثلا نحكي هلا على صعيد الاطفال، هي عن طريق الموسيقى. بنحكي الاطفال هاي عم الله يخليني فيها نسرين. الله يسرنا ماما. طماطر بتسلم عليكم. احنا كان نفسنا نستضيف كل الاوركسترا، بس للاسف البرنامج ما بيستحمل غير 6، فإن شاء الله تكونوا يعني ما تزعلوا منا، ويكون الجمهور برضو، لأنه أنا عارف الجمهور متشوق لرؤية الجميع. بدنا نسمع من مهند هلا، يلا يلا مهند. لا تسمعوا، أنا ما بغني صوتي. شو بتسوي مهند؟ أنت موسيقي صح؟ أنا بلشت بالأوركسترا لأنه كنت جاي أتعلم عود،
انا كنت حضرت اول واحد يمكن من اوائل العروض للاوركسترا بتصور بال 2016 باخر 2016 نعم. وقتها حكيت مع كان وفا موجود وحكيت معه على السريع قلت له انا حابب اتعلم عود وموسيقى قال لي ان شاء الله يعني في مشروع ضلت شغلي على هالاساس مرق كم شهر وبعدين اتصلت مره تانية وصار في ويب سايت واتصلت يعني صارت قصه كبيره الشغله فبلشت اخذ دروس وشوي شوي هي الاوركسترا يعني فيها شيء بشد الجميع بتحس اي واحد مثلا بتصور ربا وعمر كمان بيشاركوني بالراي انه هني بفوتوا مثلا على الاوركسترا واحد جاي يغني واحد جاي يتعلم موسيقى بعدين يعني بطب بالضبط ما بتلاقي حالك الا الموضوع زي الحبيب هذا بالضبط بعدين بيعلق فهلا انا بهتم باللوجيستيك بالاوركسترا حلو ونحن يعني الحمد لله يعني اكيد نحن شغلنا مزبوط انا بهتم باللوجيستيك بس اللوجيستيك هو يعني اتس ا تاسك كل العالم از انفولد يعني اكيد ربا بطريقه يعني از ان اوبريشنز مانجر شي اوفرسيز ذا بروجكت انا على بنفذ اكثر اكيد كمان عمر نفس الشيء انفولد يعني we're all involved باللوجيستيكس one way or another بس يمكن بحب أحكي عنه أكثر هو إنه اليوم نحن بالأوركسترا مشاريعنا الحمد لله إنه عم تلاقي صدى وصارت ضخمة يعني نحن البجت تبع المهرجان لحاله it's huge اللي عم نعمل التور مثلا across Canada عم السنة الماضية والسنة هيدي كان مفروض يكون عندنا التور coast to coast وإن شاء الله يوما ما عم نعمل coast to coast to coast كمان فالمشاريع اللي عندنا الكبيره ونحن حريصين انه نحن نقدم يعني ان اكسبيرينس للجمهور اللي بده يجي يحضر الفن العربي ذاتس يعني انرايفلد يعني تكون نحن عم نكون حريصين ان نكون بمراكز حساسه الاماكن اللي عم نختارها هي performing arts centers very well known في لهم تاريخ وقت ما عم نعمل كونتراكت مثلا مع اشخاص ليعملوا لنا الصوت او الاضاءه او اي سيرفيس بروفايدر نحن وير جيتينج يعني ذا بيست كواليتي بوسيبل لانه نحن كثير حريصين انه الفن تبعنا حنقدمه بهيدي الطريقه فالبروجكت نحن بنعملها هي منا سهله ابدا وفعلا بتاخذ كثير شغل وثاني هيك نحن كفريق من أعضاء من volunteers وprofessionals لحتى نقدر نحن نقدم الفن تبع الأوركسترا بالطريقة اللي نحن بدنا إياها نحن صار عدة مرات ناس يسألنا طب أنتوا بتعملوا هالمهرجان مثلاً بالخريف طب إني عم بدها هالسنة شو بتعملوا بالضبط تحضير نحكي مع جمال ففعلاً نحن بنشتغل على مدار السنة لحتى نقدر نطلع بالخريف ونقدم المهرجان بالطريقة اللي نقدمه فيها والحمد لله يعني احنا سنة ورا سنة عم نلاقي هالقبول وعم نسمع الكومنتس الحلوة وعم نشوف الفرحة كمان الناس يعني عم تشاركنا فرحتها وقت ما عم يجوا على العروض تبعنا ويحسوا حالهم انه عم فعلا they're experiencing something top notch شيء رائع. أنا بدي أقرأ شوية كومنتس لأنه في شغلات بدناش نضيعها. ميسم من وينزر طبعا هي في الأخير بتقول لكم لازم تطلعوا على وينزر بعرفش إذا رحتوا ولا لا. تقول أنا أعشق عازفكم رحنا وصلتكم يا ميسم كان مطلوب يكون الشهر الماضي كمان سبحان الله. بتقول لكم خف الدم كل كلمات اللي أنتم بتستخدموها طبعا الأغاني ألف تحية. هذا ما بعرف ربا بتساعدي عمي أبو مؤيد هذا نوارة الجالية السورية في أوتوا بقول لك بدنا نسمع يا ليلة العيد احنا بعد يومين إن شاء الله العيد كل عام وانتم بخير تسمعينا حاجة يا ربا والله ما لي محضرتها للأسف يعني يلا ربا أنا وياكي ليلة العيد أنستينا وجددت الأمل فينا ليلة العيد معلش تعبوني معلش طبعا بهذه المناسبة عشان نعمل ديليز الصوت عشان نستمتع بصوتك لحالك يا حبيبي
بهذه المناسبة بنحكي لكل من يسمعنا ومن لا يسمعنا في الغربة وفي الوطن، كل عام وأنتم بخير إن شاء الله أيامكم كلها تكون أوركسترا متوازنة بعيدة تكون أحلى عن وتكون أحلى نوتات كمان، يعني تكون أحلى مقام مقام عجب، مقام فرح هيك وكله حيوية وفرح طبعا. الدكتور مخلص بيحكي سوريا، حلب، حمص، دمشق ينابيع للموسيقى العربية، والجليل كمان يا دكتور مخلص، والجليل تعال تسرين، والقدس يا دكتور مخلص. طيب في كثير لبنان يا دكتور مخلص. تماضر بتقول احنا محظوظين انه جزء من هاي الاوركسترا. تماضر ان شاء الله راح نكون معنا. معلش بعد اذنك دكتور، تماضر نبهتني، انا نسيت اذكر انه بالمهرجان كمان احنا بنقدم معارض فنيه، ومنقدم او قدمنا فيلم، قدمنا مسرحيات، والسنه الماضيه كان طبعا القائمه كانت على هذا، على المعرض الصور هي التماضر الله يعطيها الف عافيه، ودائما المعرض بيكون متزامن مع عمل فني اخر. فسنه 2018 كان عندنا معرض للخط الذكريني ربع الكاليغرافي عمري الكاليغرافي مع كونسرت نور للفنانه دلال ابو امنه اللي هو صوفي صحيح. كان إشي رائع، يعني حطينا شموع والناس بكيت وإحنا بكينا، it was beautiful. بركي بنورجي الناس يا عمر علي، أظن عنا راب أب له سريع، بركي ربع مزبوط فضل. خلينا نشوف فينا طبعا بهذا الوقت. خلينا أكمل، أنا سمعنا عن وفاة الفنان ميشيل الله يرحمه، يس الله يرحمه، وحزننا كنه. في سؤال بقولوا لك نظمتوا حفلة لحمزة نمرة، هل هذا صحيح؟ صحيح. نعم طبعا، من 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 اروع الفنانين اللي فعلا يحترم فنه. كانت حفله كثير حلوه الحقيقه، كانت سولد اوت من قبل بشهر، وقديش كان عنده هالجمهور. بعدين كان في فئه عمريه جديده صغار، يعني فئة شباب حمزه، وكانت فعلا حفله من اروع حفلات مهرجان السنه الماضيه. أنا بشهد على كلامك روبا، لأنه حضرت له الحفلة لحمزة نمرة هون بدالاس، وكانت فعلا sold out. It was a charity concert يعني، بس عن جد ورانا كانوا قاعدين جيل شباب صغار يعني بالتوينتيز، وحافظين كل الأغاني يعني حتى القومية العربية word for word. It was very impressive يعني صراحة. أنا طلعت فيهم يعني صراحة I felt يعني كنت عم غلط شوي بالكلمات في بعض الأغاني، استحيت من حالي سكتت. كانوا حافظين كل شيء وراي، أنا بس اكتفيت. وفا بسألوك وين لميس؟ سؤال كويس. لميس، شوف الحقيقة لميس مع رمضان بتنكمش. هي حرامية، هي صغيرة وبتنكمش، تعرف مسؤولية البيت والتعليم. الله يعين. من وجه لها تحية، عن جد مش سهل الوضع هلأ. تمسي عليكم جميعا، تمسي عليكم جميعا، سلم عليكم. يسعد مساهلة لميس. الله يسعد مساكم. نشارك الفيديو؟ تفضل نشوف. والله واو. فعلا الشرف انه اشارك في هالاعمال، اعمال الخزف والسيراميك، حتى اقدر اوصل على الاقل في شيء بسيط من تراثنا اللي هو بين العراقي وبين العربي، زائدا بعض الشغلات اللي هي لها علاقه بالفن المعاصر او نسميه الابستراكت. هدفي هو رسم القرآن، فرجي للعالم جمال القرآن من خلال الفن. بتشكر كتير الأوركسترا الكندية العربية على هذا المعرض وتنظيمه لإلنا ومشاركتي فيه، وبتمنى لهم التوفيق بالمهرجانات القادمة.
المهرجان بالمجمل هو لفتة كتير حلوة لنخلي العالم برا الوطن العربي يعرفوا شو يعني حضارة عربية مظبوط، يرجعوا يتذكروا ويشوفوا الجانب المشرق من الحضارة العربية. أنا رح أبكي صراحة. الموسيقى اللي موجودة كمان هي من أحد عروض الأوركسترا. That the Canadian Arabic Orchestra and the work that they've done with FAMA with this festival has been inspiring. You know, because in just a few short years, I've seen and I've had the privilege of working and partnering with the Canadian Arabic Orchestra over the last few years, and we've seen this organization grow and develop into quite a force within the cultural sector. And I think there's recognition from funders, there's recognition from government, there's and really what really matters is there's recognition from the community. We see shows that are selling out. And this show for me, and I saw it for the first time today, you know, it speaks to me about this place where we are. It's a place that's a mosaic. There are people from many different parts of the world here, you know, and when you walked in, when we walked in, Ulrika immediately says, oh, I know this is an Iraqi artist, right? So she, and then, you know, then we see work from a Syrian artist, and we see work from Iran. And this is not something you would see normally in other parts of the world, in other places in the world, where you can bring together people from different parts of the Arab and the Islamic world in general. رائعين يعني برجعني لكلام الأخ عمر لما حكيت أنه هالأوركسترا كيف تجمع الناس بحب وعلى حب، يعني عن جد مش بس جس الموسيقى برضو كمان هناك فسحة يعني هذا النوع من الفن اللي هو طبعا الكاليغرافي أكيد. أو الرسم. هلأ سؤال حبيت أسألك إياه، هل كان بعض الأعمال الفنية معروضة للبيع وكيف رأيتم الإقبال عليها؟ طبيعي يعني كل الأعمال الفنية كانت طبعا بيرجع للي مقدمها، إذا هو حابب يعرضها للبيع إحنا it's a portal لهم، يعني بالنهاية إحنا كأوركسترا إحنا منصة للفنانين العرب وغير العرب اللي حابين يشاركوا، وبالنهاية اللي بحب يبيع ببيع. إجمالا هم بيحددوا أسعارهم، هم بيحددوا كيفية البيع، إحنا بالنسبة لنا ما بيعنينا إشي أكتر من إنه نوصل هذا الفن أو الفنون العربية بأشكالها المختلفة، من غنى لموسيقى لمسرح لأفلام لستاند أب كوميدي لعروض رسوم وفوتوغرافي. يعني بسنة 2019 كان عندنا معرض يشمل رسم وفوتوغرافي وكان جدا ناجح، وأنا بعرف إنه تماضر بعت أحلى صورة عندها بالمعرض، والصورة هلأ بأكشلي بنوفا سكوشا. هل بتشجعوا المواهب مثلا المواهب الجديده؟ كيف تدعموا المواهب الجديده؟ بتيجي لعندكم مثلا زي ابروتش وحابين انه يعرضوا اعمالهم او انه حابين فرصه مثلا؟ يعني شوفي بالنسبه للمعرض احنا يعني من توأم المعرض مع عمل ثاني عم نقدمه، فيعني زي المعرض اللي شفتوه هلا للكاليغرافي كان مع نور اللي هو كونسرت صوفي، فشفنا انه بيكملوا بعضهم. بالسنة الماضية كان في مسرحية اللي هي بسبوس، اللي هي it's a take on قصة البو عزيزي بتونس، واللي هو أشعل شرارة ال whatever بتحبوا تسموها، يعني الربيع العربي الثورة العربية إلى آخره. فعملنا alongside هاي المسرحية معرض سميناه الأمل، وطلبنا من كل فنان إنه يقدم هو كيف بترجم الأمل بعمله الفني. يعني يا إما كان تصويري، وتماضر كمان على فكرة إذا فوتوغرافر وهي قدمت من صورها، وكان في ابن أختي كمان مشارك فيصل كراتشي قدم من أعماله رسوماته.
فكان كان الثيم احنا بنحدد الثيم بعدين بنطلب من الناس انه مين بحب يشارك مين بيعرف حدا بحب يشارك بنحط على السوشيال ميديا وبابنا مفتوح يعني ليترلي احنا همنا انه نجمع اكبر عدد من الناس ونعطيهم فرصه انه يقدموا اللي عندهم قد ايه حلو الانسان هالحب اللي جوا قلبه يترجمه سواء كان بصور فوتوغرافيه برسم بغنى بموسيقى وبالنهايه هذا هدفنا احنا كاوركسترا انه نوصل الفن اجين الفن الراقي للمجتمع الكندي ات لارج عرب وغير العرب. طبعا انا من هذا المنبر انا ونسرين استضفنا رضوى ناصر رضوى من كالجاري. انا اتوقع انه ممكن يكون في تعاون مشترك بينكم. رضوى عندها استوديو تعليم فولكلور الرقص المصري الحقيقي مش بلي دانس بس لا عندها نوبي والصعيدي ايوه فهي شغلات فعلا نحتاجها وبنشكرها على وجودها معنا برضو اليوم. هاي رضوى. هاي رضوى. سلام يا رضوى. هلو رضوى. ممكن تعملوا تابلو مثلا ممكن تجيبوا مثلا راقص تنوره ومع موسيقى صوفيه مثلا يكون تابلو كامل مكتمل على المسرح. هذا اللي صار بنور اللي هو الكونسرت تبع دلال ابو امنه كان أوكي. كان معها واحد ولا اثنين ناسي انا واحد يعني كونسرت واحد ويعني انا برايي هذا كان من احلى الكونسرتس اللي قدمناها لانه عملناه ب باثهرست 918 باثهرست اللي هو كان سابقا معبد بوذي ف يعني في له خصوصيه فظيعه هذا المكان. بدي اكون مساعدك انا حكيم وبركي وعمر عم بيحكي بركي وعمر عم بيحكي اي ويل شير الرابط تبع هذا يا ريت والله يا فضل فينا شكرا لك يس كثير شوقتنا نشوف مشهد كمل عمر كمل عمر تفضل يعني والحلو بهذا الكونسرت كان في كثير من الكوميونيتيز الاسماعيليه والرومي كندا والصوفي كندا وغيره ما بيحكوا عربي ولا عرب بس كان تفاعلهم وتقبلهم للموسيقى شيء عظيم وهلا اظن اسكت عشان في لا 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 تفضل اقرب الكاميرا انا بس عم بحضر حالي بس فكمان يعني اجن هذا قد ما بحكي عليه ما بزهق بتتذكري ربا يعني اخر اغنيه اخر الكونسرت دلال غنت يا مريم البكر اللي هي ترتيله مسيحيه واحنا اعضاء من الاوركسترا انكلودينج انا وكمان شاب مسيحيه وطبعا معانا غير المسيحيه فتنا منغني طلع البدر علينا فكانت يعني كلنا مأشعر بدلنا واحنا منغني واحنا مدخل فهذا الكونسرت يعني انا بيرسونلي بتمنى نقدر نجيبه مره ثانيه على كندا هو كان دلال لها تور بامريكا للاسف بس اتكنسلت كانت كانسلد للاسف بس بنطمع انه نشوفها قريبا لدلال هون عندنا بامريكا ان شاء الله وبكندا كمان او عاشقا للحياة يعني الحفل رائع جدا الجمهور دافئ جدا ومنوع وهذا تنويعه هالقد اعطى صبغه حلوه لهذا العمل يعني هالقد عمل العمل ارتقى في هذا الجمهور طبعا تحيه كبيره للاوركسترا الكنديه العربيه اللي اصرت انه تجيب بعرض نور
عرض نور لم يطلق بعد رسميا، الإطلاق تاعه بالربيع بفلسطين رح يكون، لكن حسيت إنه إصرارهن كان يعني لازم يتلبى. لبيك لبيك يا قصتي ومعناتي. أدعوك من أنت تدعوني وطلع البدر علينا جدا مناسبة لمنوحي هالشهر الفضيل يعني نسمع الابتهالات الدينية اللي فعلا عم ترجع، يعني عم نرجع نسمعها أكثر. يمكن هي انشهرت بفترة مثلا كان نسمع مثلا بصوت أسمهان، مثلا شو غنت عليك صلاة الله وسلامه، عم ترجع، عم نرجع نحس هيك رجعت الابتهالات الحلوة اللي اللي كلها وقار، اللي كلها قوة، اللي كلها والجمهور كتير عم بيستسيغها يعني. فشي كتير حلو أنه دلال هيك انتقلت نقلة نوعية ويعني she went into these uncharted waters، يعني بتغني تراث فلسطيني. تفضل. خصوصا لما تتقدم هاي الابتهالات بإطار عالمي، يعني بإطار يجمع ولا يفرق. هذا هذا الحلو. أنا كنت بدي أسأل هذا السؤال، ما بعرف مين حابب يجاوبه، في كل open to everybody. في كل مرة بحضر حفل للأوركسترا الكندية العربية أبهر بطريقة عرض الثيم أو الـ أو الايديا تبعت الحفل. في مرة عملت حفل جمعته في الثقافة الإسبانية مع الثقافة العربية، ويمكن في تقارب بسيط وبنحكي إنه أوكي الأندلسيات والأمور هاي دخلت. مرة عملت بين الثقافة التركية الصوفية، الرقص الصوفي مع الثقافة العربية. مرة عملته أعتقد مع شغلاتين، بس أكثر الشغلة yes indigenous people. طب يعني جبتوا indigenous people لما غنت مع بالحفلة هاي، أنا صراحة I was shocked، يعني يمكن أول فكرة بتصبح، وأنا أحييكم عليها. حكونا كيف الأفكار هاي بتيجي، كيف الأمور هاي يعني بتحطوها على أرض الواقع؟ مش سهل إنك تدمج موسيقتين ثقافتين مع بعض. شوف حكيم، يمكن وبلش يحكي هيك لحاله. تفضل. لا هي الحقيقة يعني in general، حتى بس تكون يعني أعطي شوي فكرة عن آلية وضع البرامج. in general إحنا عنا لجنة من أعضاء الجالية العربية واحد، ومن يعني ممثلين على الجالية كوميتي إحنا مستشيرهم في أمور البروغرامينج. طبعاً هذه فعلناها السنة الفاتت بس وكان لها أثر جيد، لكن إن جنرال هو مجهود جماعي من خلال أعضاء زملائي عمر ومهند وربا وأنا ولميس. بيكون في عنا تارجت معين لنقدم فيه الموسيقى العربية وقوتها بإنها تندمج مع موسيقات أخرى. يعني الموسيقى العربية فيها ميزة المرونة، من كتر ما هي وسيعة تقدر تشمل موسيقات مختلفة. حقيقة بالنسبة لعرض الانديجينس يعني كان في صعوبة من نوع آخر، إنه نوعية المادة الموسيقية أو نوعية الإرث الموسيقي اللي بختص فيه السكان الأصليين
هو يعتمد على الريذم أكثر ما يعتمد على الصوت. فطبعا كان لازم ندور على الشخص المناسب اللي عنده الإمكانية أنه يساعدنا في إنتاج هاي الرؤية، وكان النجاح الحمد لله من خلال اختيارنا لزميلنا حسن تميم اللي من وجهة التحية، اللي طبعا أعطينا الجايدنس شو اللي نحن بدنا نعمله بالضبط، وضليت أنا وياه خطوة خطوة، لكن حقيقة كان له إنبوت عالي في إنجاح المشروع. عمل بعض المؤلفات اللي دمج فيها موسيقى الهنود الحمر، عفوا الموسيقى الانديجينس آسف، ومع موسيقتنا العربية. مرة تانية كان في تحدي كبير بحكم أنه الموسيقى السكان الأصليين هي موسيقى تعتمد على الإيقاع، فإنك تركب عليها موسيقى لحنية زي الموسيقى العربية كان تحدي كبير جدا، لكن الحمد لله مرة تانية زميلنا حسن نجح نجاح باهر ومشكورا. طلع عرض يعني تم عرضه في عدة مناسبات، وحتى تم شراؤه من مهرجان ستراتفورد اللي هو مهرجان عالمي موجود في مدينة ستراتفورد في أونتاريو، والحمد لله حصل على نجاح. وكان من المفروض هذا العرض تحديدا يروح للعالم العربي، لأنه كان في برنامج الإكسبو إذا بتعرف في الإمارات في دبي، كانوا عم بي الكنديين، كان لنا جناح خاص بيمثل الكنديين، وكانوا شايفين انه هذا العرض هو اكبر اهم عرض بيمثل العلاقه بين بين كندا وبين العالم العربي من خلال الدمج اللي تم. لكن للاسف الظروف اللي صارت يعني مع الكوفيد اجلت الموضوع يعني للسنوات القادمه. طبعا محمد بيحكي اذكركم انه احنا في عنا على القناه هون، او من احد اهداف القناه اللي هو حوار الحضارات، وجدنا لتجميع الثقافات، واتوقع انه راح يصير في بيننا تعاون اكيد على موضوع هذا الشيء، ما انكم تعملوا على هذا المنهج. واشكر الاستاذ محمد على التذكره. شكرا استاذ محمد. بدي اسال ربا، انا بركي في عنا فيديو موجود عن عن هذا العرض نقدر نورجيه؟ في يمكن عن اوريجينز قصدك؟ عن اوريجينز يس. في عن أوريجينز الأول. I found it. هو تم تطويره بعدين بشكل أكبر. نشوفه حكيم. يلا سريع. يعني absolutely amazing صراحة، المزيج اللي انعمل يعني أكثر من رائع، أكثر من بحبكم، رائع. بحبكم عن جد. هيدي السنة كان مفروض إن شاء الله عم نشتغل على مشروع كمان مع أوبرا، يعني عربي مع أوبرا. أوكي. بدكم واحد يغني أوبرا؟
دكتور جمال أخبرك محفوظ جمال الرئيسة بتبلش هلأ تفضل أخبركم سر صغير أخبركم سر صغير بس صغير أنا لما درست غنى شرقي درست برضو غنى حديث بلبنان إذا بتعرف يا مهند الديبارتمنت غنى الحديث بالكونسرفاتوار اللبناني اللي هي الأوبرا بس باللغة العربية بالتكنيك اللغة العربية اللي هي طبعاً له تقنية معينة صحيح له تقنية معينة بغناء الأوبرا فكتير كتير بحب هذا اللون وفعلاً هو لون يعني بحاجة إنه نسمعه أكتر ب يعني مجتمع العربي أو يعني بالموسيقى العربية إحنا متعودين نسمع الكلاسيك عربيك ميوزك بس كتير بحب إنه ندخل هذا اللون ويكون له رواج أكتر كمان إحنا كتير حلو الدكتور مخلص بحكي حلقة ممتازة لتفتيح الجروح دكتور مخلص انت لما بتروح بتحضر احد العروض فعلا تتفتح الجروح بترجع بعشق اكنه انت رجعت للبلاد تشم ريحتها عن طريق الموسيقى دكتور برضو بحكي امبارح كانت عندنا حلقة عن السياسة في العربية في كندا او كيف الاندماج السياسة العربية كان معنا شخصين فاضلين بحكي حلقة امبارح طلبنا الأجيال العربية بالاهتمام بالسياسة ولكن مع مشاهدتنا لحلقة اليوم أعتقد أن الاهتمام بالموسيقى مفيد أكثر وراقي بعتقد أنه الموسيقى هي لغة السلام أنا بعتبرها لغة السلام اللغة اللي هي It's a bridge لكل الحضارات العالم لكل الأديان يعني أنا طلب مني مرة أطلع رتل بكنيسة قلت لهم أوكي بطلع برتل بكنيسة طلعت رتل بكنيسة يعني وبالسرياني كمان يعني بتحس أنه الموسيقى بتجمع الناس أكثر ما بتفرقهم يعني أخذكم بجولة مع الفلامينكو كمان بليز يلا يلا تحفونا Flamenco Arabia is a production by the Canadian Arabic Orchestra, bringing the Arabic and the Spanish flamenco cultures together. We are thrilled to present Flamenco Arabia in partnership with our friends at the Aga Khan Museum for the Duende Flamenco Festival. And this year, of course, it coincides with our festival. We have the coming together of two festivals with our partner that we've worked with in the past, the Canadian Arabic Orchestra. We're very happy to be working with them again and on this particular project and, you know, because it ties into not only the festival, the amazing festival that they're doing right now, but our flamenco Duende Festival. The audience very receptive, very warm, very welcoming, and very supportive. And I really appreciate that because I was a little bit nervous, you know, to be surrounded in a new culture, but it was so beautiful to have this interaction, you know, and to come out here and to have everyone like be very appreciative, you know, it's wonderful. نتالي قطعت اخبارها ما تشوف عين قالوا بعيد ديارة قالوا ديارة الزين
it was, there's a similarity with flamenco. So even though I don't understand the words, you kind of understand the sentiment or the character, and it makes me want to say ole when Murshid's singing. كعرب نشارك ثقافتنا مع ثقافات تانية، نعلمهم شو في عنا ونتعلم منهم شو في عندهم. تعرف نحن عايشين ببلد كلياتنا يعني بلد ثقافي بيهتم بالثقافة، وجمهور حتى الجمهور الكندي مثل ما شفت الجمهور الكندي كان مهتم جدا وجمهور سمي يعني حتى يتأثر على مقاماتنا نحن كعرب، لمقاماتنا الموسيقية يتأثر فيها جدا يعني كذا واحد يعني أنا شفت اللي من الجمهور طالعين برا قالوا لي إنه مقامات السكيلات اللي عم تزف عليها شيء بتحرك الإحساس، إحنا حسينا بشيء حسينا ب ومثل ما شايف يعني هيك الإيفنت كتير كتير ضروري إنك تتشير شو في عندك ثقافة مع ثقافات تانية. أنا بالنسبة لي بعتبر الفلامينغو هو موسيقى شرقية، حتى باكو دو سياح قال وحكى انه هن العود بالذات والموسيقى والعرب اثروا كثير بالفلامينغو باسبانيا. فنحن او كلنا اجمالا عم نحاول نعمل حوار بين الموسيقى بين الطرفين اللي هو العربي والاسباني. الله عليكم الله عليكم يعني ابدعتم. بدي بس أذكر شغلة، كل هاي البرامج اللي بنعملها بنعطي مساحة مثلاً بالفلامينكو أريبيا طارق غريري، بنعطي مساحة للفنان هو يعطي من عنده، يعني ما عندنا مبدأ إنه لازم كل شيء يكون كنترول. أكيد ما حتى سمعت قصته لطارق في لما حكاها. فيعني اكيد اكيد عندنا مستوى لازم يكون اللي بتقدم ماشي مع اللي احنا بدنا اياه، بس من اهم الاشياء اللي برايي احنا بنعطيها للفنان ومنساعده ينمي مواهبه وقدراته وثقته بنفسه انه بنعطيه مساحه هو يقدم البرنامج لنا، مش احنا بنعطيه ايش هو لازم يعمل. فهاي انا برايي كتير كتير مهمه في صقل المواهب العربية الموجودة بكندا. يعني فعلا أكثر شيء عجبني أستاذ عمر أنه عم تعطوا فسحة للفنان يبدع ليكون هو خلاق، ليعطي إحساسه ليوصل إحساسه للناس، ما عم بتكون كتير أوركستريتد، هي أوركستر بس ما عم بتكون كتير أوركستر، بتعطوه هالفسحة أنه يكون نفسه لحتى يطلع الطاقات اللي عنده أو يبرز الطاقات اللي عنده. أكيد بالضبط. شكرا لك حطيتي كلامي بهيك جملت شوية. يا أخي الحريم الحريم لهم طريقة تانية يا عمر. بمناسبة حكينا سوري نسرين بمناسبة حكينا عن الأوركستريشن، بحب كمان يعني الأعمال اللي شفتوها هي عبارة عن مجموعة من الموسيقيين اللي شاركوا مع موسيقيين آخرين في تقديم برامج ودمج الموسيقى مع موسيقات أخرى، وطبعا يعني هذا جانب نحن دائما بنحاول نركز عليه خلال برامج المهرجان تحديدا، لكن بحب بهمني كمان انه نظهر الصوره عن الاوركسترا الكنديه العربيه وشو البرامج اللي هي بتقدمها. فشكرا دكتور، اذا بتسمحوا لنا نعرض هذا الفيديو اللي بيعطي مثال من الشكل الكلاسيكي اللي عم نحاول نقدمه على المسرح كاوركسترا. معلش دقيقه بس، خد راحتك. الدكتور بحكي لك يا دكتور مخلص فتحت جروح، اسمع يا دكتور اسمع الجروح هلا. طبعا مهم جدا عرفت هالمقطع الشكل الكلاسيكي، نحن دائما بنحافظ على انه يطلع بهذا الصوره. يس. لا هلا حيتفتح الجروح على المزبوط.
من هون منزقف كمان الله. دائما اغاني زكي نصيف فيها هيك نفحه الحنين بتحسيها دائما كثير صح يعني فكره عن جد رهيبه يعني بكلماتها وباحساسها ويعني حتى في انا بدي اذكر شغله صغيره عن هاي الاغنيه تحديدا عازفين الايقاع اللي معنا ما كانوا عرب لاحظت الفرح الفرح يعني الفرح اللي بقلبهم هنو عم يعزفوا الايقاع انا الاول يكون عم يقول رقي رقي عيو رقي عصاجة فبعدين في صوله صغير للإيقاع اللي هو صوت العجين والرق لما شرحنا لهم للي ماسك معنا الإيقاع بتخيلش استمتع يعني صار يقول أنا حاسس حالي عم بعجن عجينة يعني خليني أخبركم قصة حقيقية يعني قصة صارت معي مع الفنان زكي نصيف أنا كتير بحبه الله يرحمه رحنا سرنا عنده مرة ببيته ببيروت وعدني صديق لنا للعيلة جاك نعمة بوجهله تحية كتارست وفنان بلبنان يعني رحنا سهر عند الفنان فيروز أنا كتير مبسطة ولبست عليه ويلا بدنا نروح عند سيدي فيروز ومبسوطة آخر شيء هي بانكتس يعني طلعنا رايحين نسهر عند الفنان زكي نصيف بس صدقا يعني عن جد التواضع اللي عنده القلب الكبير اللي عنده الضيافة كان دوب واصله حلو من الشام يعني عم يضيفنا هيك انه تفضلوا يعني هو بيقوم انا كتير مستحية انه يعني اي هو عم بضيف فينا وهيك بس عن جد يعني كان يجي عنا على الكونسرفتوار يقعد يستنى الاستاذ جوزيف اشخنيان الله يرحمه جيتارست كمان يستنى ليخلص وكان دائما عنده هيك حب للعالم وحب للناس وتواضع فعن جد بتحسي هالشيء حتى بالاغاني تبعته باحساسه بالغناء حقيقي وحدة حقيقي كتير الله يرحمه جدا الله يرحمه على ذكر طبعا في من خلال برنامج روتس احنا كنا بحاجه لبعض النوت لوحده ثانيه من قطاع عروبه اذا بتذكرين مش عارف ايش كان اسمها ولميس تواصلت مع ابنه صحيح وبعت لنا النوته اللي كتبها زكي نصيف بايده لهي القطعه
مش فاكر ايش اسم هي لسنابل. هي لسنابل. في أغنية كتير حلوة كمان اسمها عودوا إلى قريتي، ما بعرف إذا سمعها، أكيد سمعها وفا، كتير كتير حلوة اسمها عودوا إلى قريتي. ببعت لك إياها ربا. ببعت لك. أنا عندي سؤال، أنا عندي سؤال، بما إنه إحنا عندنا ناس من دالاس وأمريكا، ماذا عن أمريكا؟ هذا مهند بجاوبك على السؤال. مهند بجاوبك على السؤال. مهند يلا هات لنشوف. نحن اكيد بنحس يعني امتداد لل او الناتشرال بروجريشن الاوركسترا هو نحن نقرب صوب اكيد جاليتنا العربيه بامريكا كمان. وان شاء الله نحن يعني حابين نحن نفتح هذا المجال لكثير فنانين اللي بيجوا لعنا على المهرجان، او حتى اللوكال ارتست اللي احنا بعد ممكن ما حكينا عنهم كثير الموجودين عندنا باوتاوا وموريال وبتورونتو، كمان عم بيقدموا فن كثير حلو، وان شاء الله نحن نقدر نفتح لهم هالمجال انه يقدموا فنهم بامريكا. بدون اي شك يعني نحن الجالية العربيه بامريكا كثير كبيره، ونحن نتمنى ان شاء الله يعني نقرب، فعلى امل على امل. يا ريت عن جد يعني نتمنى في مشروع نتمنى. اكيد ان شاء الله يعني احنا خصوصا اللوكال ارتست طبعا، احنا في كمان لوكال ارتست بامريكا، وهذه السنه كان يعني اكيد برنامج المهرجان راح يكون شوي بتغير هذه السنه، بس كمان كان عندنا نحن النيه انه نستضيف كذا ارتست عربي من امريكا لحتى نجيبهم عندنا نحن بالنهايه وشير كلتشر we share يعني اللوكال كلتشر تبعنا الكندي والامريكاني واكيد العربي، ف اكيد نحن بنتمنى انه نشتغل سوا ونقرب كمان صوب امريكا اكثر. بدون اي شك بامريكا انتم محظوظين يعني عندكم هالكم الكبير من الموسيقيين العرب الموجودين، يعني عندك على الويست كوست، على الايست كوست، بالنورث، بالساوث. بس للحقيقة أنا بحكيك بصراحة، بتحس يعني مع احترامي كل الموسيقيين طبعا أكيد، بس بتحس يمكن على لوس أنجلوس أو التجمعات الموسيقية بالويست كوست والايست كوست ومثلا من النورث أقوى شوي منها من الساوث، عرفت كيف علي؟ إنه ممكن نحن السنة الماضية اشتغلنا مع الفنان مروان خوري، ونحن أكيد صدفناه عندنا بالمهرجان بال 2018، والحمد لله كانت تجربة كتير رائعة، وقررنا كمان حنشتغل سوا ونعمل تور بأمريكا كمان، الحمد لله كان تور كتير ناجح. وقت ما اجى الفنان مروان خوري تعاملنا مع كتير فنانين بأمريكا، هو كان كتير يعني صراحة very excited وsurprised انه الكواليتي طبعا الموسيقيين الموجودين بأمريكا، فشي بيرفع الراس صراحة. وبدون اي شك يعني انا وقت ما افكر مرات نحن بالفن اللي نحن عم نقدمه هون it's really high quality، يعني احنا مش شرط بس انه في فن عم بيتقدم بالوطن العربي هو necessarily better، لا it's not، يعني نحن we have a very very good artist هون وعم نقدم شيء كتير حلو، وان شاء الله كمان شوفوا اذا 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 تيم هورتون عمل براند كندي في القهوه اتوقع انه العرب الكنديان عرب اوركسترا عملت براند في الموسيقى الكنديه مش بس العربية، انتوا عملتوا براند ونفتخر فيه صراحة. أنا كنت حابة أسأل سؤال يمكن كتير مهم، لأنه نحن بنعرف أنه عمل يعني أوركسترا بهالضخامة وهالزخم اللي فيها تحتاج إلى طبعاً لوجيستكس، نحكي لوجيستكس هلأ، تحتاج إلى يعني التمويل أو الفندينج. على ماذا تعتمد الأوركسترا في التمويل يعني؟ يعني لحتى تدين يا انا بدي يعني انا حابين نعرف، لانه انا في هدف من سؤالي وراح اقول لكم، يعني اللي غايتم في نفس يعقوب يعني اكيد، بس راح اقول لكم شو يعني. شوفي احنا يعني محظوظين انه قدرنا نحصل على منح من الحكومه الكنديه، وعندنا طبعا بارتنرز اس سبونسرز، اوكي، واكيد تيكت سيلز، اوكي، فايتس كومبينيشن. وطبيعي احنا بشهر 3 اذا مش غلطان انا بسنه 2019 تم تسجيلنا كمؤسسه از تشاريتي بكندا، فبالتالي صار احنا بنقدر نعطي تاكس ريسيت، وهذا بيسهل على اللي حابب يتبرع لنا، لانه بالنهايه احنا يعني هي اسمها بالعربي مؤسسه خيريه، هي مؤسسه غير ربحيه. يعني سائبت لما بلشنا نقدم على منح الحكومة الكندية، كان في توجه من الحكومة
انه بدهم يعززوا وجود الثقافات اللي ما إلها وجود فعلي. يعني كان في مهرجانات كتير لثقافات غيرنا، ان كان صيني، هندي، تلياني، عرب ما كان فيه. كمان كنا بمرحلة صار في شوية إسلاموفوبيا، فكان مهم كمان إحنا نقدم أعمال اللي تحاول تدسبل هال الانطباع المغلوط عن الثقافة العربية، وبالتالي بنعكس أكيد على الثقافة الإسلامية. فحالفنا الحظ إنه قدرنا ندخل على كذا مؤسسة حكومية، طبيعي شافوا شغلنا، يعني بالنهاية أنت بتاخدي منه منحة بيجي بشوفك، ونشكر الله يعني شافوا شغل صادق، شغل بخدم مصلحة المجتمع الكندي as a whole. وزي ما قال دكتور جمال، بالنهاية إحنا عمالنا نكون جزء من الـ what is called the Canadian arts and music scene. احنا وربا ذكرت هذا الحكي، مؤسسه كنديه بتقدم الفن العربي باطار كندي. احنا بالنهايه هذا هو مبتغانا، انه احنا جزء من الحضور الكندي والارت سين الميوزك سين الكندي بالعربي. انا الهدف كان من سؤالي لك استاذ عمر او لكل يعني الافراد الاوركسترا، لانه انا من عندي انا بحب ادعي كل الناس ليدعموا بكل ما اوتوا من يعني شو ما كان المصدر، يدعموا الاوركسترا بتيكت سيل او بدونيشن، لانه فعلا it takes a lot to put together such a يعني a beautiful orchestra. مزبوط. يعني الموسيقيين، اللبس للفرقه، يعني كله هذا it takes a lot of budgeting for it. فانا بدعيهم من هون انه بليز ادعموا الفن الراقي، يعني تعبنا من الفن المبتذل، تعبنا من الفن اللي يعني اللي بنسمعه اليوم ننساه بكره. هذا فن، هذا عمل يدوم ويبقى ولأجيال الجاي، وإشي نفتخر فيه نحن كمان يعني كعرب أو من كل الجنسيات طبعا نفتخر فيه قدام حتى يعني الدولة الكندية أو الأمريكية، أنه نحن لنا وجود راقي فني حضاري، نحن الوجه الحضاري لبلادنا. صحيح. فمن هون أنا بدي أدعي الكل، أرجوكم ادعموا الأوركسترا الكندية. وشوفي الحق يقال إنه مجتمعنا هون داعمنا، يعني داعمنا كحضور، داعمنا كسبونسرشيب، مجتمعنا داعمنا يعني، ومنحس بالمحبة اللي بيننا وبين الجمهور العربي هنا. فيعني بحب أنا أشكر يعني كل حدا بيقدم لنا أي دعم كان. كتير عنا إحنا volunteers، ما بتتخيلي قديش في عنا volunteers. حلو. المهند يمكن يقدر يحكي لك أكتر لأنه هو اللي بيدير الـ volunteers، وهذا بيساعدنا على إنه إحنا نقدم مستوى عالي، نقدم بالبروفيشناليزم. فعندك كتير في دعم إلنا من مجتمعنا بمختلف الطرق، سواء مادي، بالتبرع، بوقتهم، بجهدهم. فإحنا منحس بهذا الدعم صدقا يعني. بشان من اللحظة مع الفولنتيرز دايما انه يعني دايما نسمعها، انه بتحسي انه الاوركسترا عم تعطيهم مجال انه هني يقدروا يعملوا شيء مشان يشجعوا الثقافة العربية. وانا يمكن نفس الشيء كمان، واحدة من الغايات تبعي اللي انا فولنتير بالاوركسترا مثل ما كلياتنا فولنتيرز اكيد، انه نحن فعلا بتحسي انه عندنا هاي الطريقه، عندنا هاي الوسيله البلاتفورم انه نحن نقدر نمثل الثقافه تبعتنا. والحمد لله عندنا هلا فولنتيرز كمان كوست تو كوست، most of them work virtually، يعني بياخذوا assignments مرات، نحن معوزين مثلا a particular task فبيعملوا research. الفولنتيرز الموجودين local هون كمان دائما بيكونوا موجودين، فبتحسي انه يعني نحن ك executive committee نحن معدودين، بس فعليا نحن a huge group، يعني عندنا فوق ال 50 volunteer that are active. كل ما يكون عندنا اي event بيكونوا موجودين. ف it's really heartwarming انه الكل بتكاتف على فكره انه نحن نشجع الثقافه العربيه. بس انه الاعضاء كمان مهند، اعضاء الكواير تحديدا والاوركسترا يعني بيعتبروا المشروع هو مشروعهم،
يعني صح. بتلاقي انه الاهتمام يعني لما بيكون في تاسك او بيكون في ضغط بتلاقيهم immediately موجودين بمثل الاوركسترا دائما في عروض المهرجان بيكونوا موجودين ليجاوبوا على اسئله الجمهور ليعطوا اي يعني ليجاوبوا على اي اسئله بتطلب او اي معلومات الناس بتحتاجها. فالحقيقه حتى لما نحكي عن كيف نوصل للجمهور العربي اعضاء الاوركسترا بيبذلوا مجهود، في منهم ناس تنزل على الشارع لتلزق البوستر، في ناس بتحط البوست على الفيسبوك، في ناس بتروح بتوزع الفلاير. فبتحسي انه it's a small community inside the community. الحقيقه يعني احنا بنفتخر فيهم، وزي ما تفضل مهند هم مش بس الموجودين بتورونتو او بمسيساغا، عمليا الفولنتيرزم موجودين حتى على اتساع الارض الكنديه، في عندنا فولنتيرز من فانكوفر، من كالجاري، من اوتاوا، من مونتريال. تفضل. يعني اي مجرد ما يعني يطلب منهم طلب بتلاقي انه الاهتمام بتلبيه كثير عالي، وكانه بتحسي انه اتس ذير ورك يعني اتس فور ذم. انا كثير مبسوطه انه عم تقولوا لي انه الجمهور كثير داعم او الجالي كثير داعمه، لكن انا برضه مصره ضلكم عم تدعموا. عم بتكونوا مثال كثير رائع وكثير حلو. مثال يحتذى به لكل الاوركسترات اللي عم تتكون هلا بالقاره الامريكيه او بلاد الاغتراب بشكل عام، انه يشوفوا هيك اوركسترا كيف فيها التناغم من اللوجيستكس لحتى اعضاء الفرقه، اعضاء الاوركسترا كموسيقيين او يعني كمغنيين مؤديين، يعني هالتناغم، هالجو العائلي، هالجو المليان محبه مشحون بالطاقه الايجابيه، فعلا هذا لازم يكون مثل لكل اوركسترا تحتذي به، لانه فعلا شيء مشرف جدا. شكرا. ثانك يو. اكيد اكيد ما بننسى كمان رجال الاعمال العرب. ربا يمكن انت تقدري تحكي اكثر عن هذا المجال، قديش كمان بدعمونا. صحيح. هلأ مثل ما ذكروا يعني الأوركسترا قائمة على مجموعة من الدعومات المختلفة، خليني أقول نحن عندنا الدعم الحكومي والدعم السبونسرز ورجال الأعمال اللي هن فعلاً وقفوا مع الأوركسترا من وقت ما بلشنا نطرق أبوابهم. يعني بتشكر قديه هن مؤمنين بالفكرة، وبتشكر قديه هن مؤمنين بضرورة وجود الفن العربي في كندا لحتى يعطي وجه عن ثقافتنا العربية للعرب وغير العرب. يعني الحقيقة ما حدا أثر، إن كان من دعم رجان الموسيقى والفنون العربية أو دعم عروض أوركسترا مختلف المدن الكندية. يعني أنا حابة أذكر شوي، نحن يمكن ما ذكرنا عن برامج الأوركسترا اللي بتقدمها كور أون برودكشن واللي بنقدمه بالربيع. نحن بالعادة في عنا أور تور بتكون بالربيع بشهر 3 و4، وأحيانا بتبلش من شهر 2، ومنقدم عروض معينة بتيم معين غير عروض الفيوجن اللي طرقنا لبعض الفيديوهات، عروض إلى تيم خاص منحاول نقدم منه فكرة. يعني قدمنا روتس اللي شفتوا منه هذا الفيديو اللي هو كان عرض كتير حلو، درنا فيه تقريبا 9 مدن كندية مختلفة، وفعلا كل مدينة كان فيها رونق رائع. أن هو قدمنا الفكرة من روتس وعلاقة الإنسان بأرضه وعلاقة الإنسان بعناصر الحياة، وحاولنا نختار أغاني من فولكلور المناطق والبلدان المختلفة واللي بتمثل علاقة الإنسان مع أرضه ومع ميته ومع هواه. عرض ثاني قدمناه اسمه عرض احكي لي عن بلدي، قدمناه بمجموعة مدن، وكنا وي بلاند إنه يتقدم كمان. احكي لي عن بلدي هو أغاني السيدة فيروز اللي غنتها للمدن العربية، فعلا كمان كان عرض رائع قدمناه بجزء، وكنا متوقعين نقدمه بجزء ثاني، وحصل الحقيقة دعم. يعني أنا هون بدي أذكر إنه كل العروض قدرنا، ومشكورين الناس والبزنسز العرب يكونوا واقفين معنا فيه. قدمنا كمان شيء موشحات وقدود، كان عرض كمان جدا جميل قدمناه بعدد من المدن الكندية. يعني المهم اللي عم نقدمه كأوركسترا، عنا شيء الفيوجن وعنا المهرجان وعنا عروض أوركسترا الخاصة اللي بهالحالة بتقدم أفراد الأوركسترا، وبيكون في ثيم أو فكرة تنقل جزء من حضارتنا العربية ومن ثقافتنا للعرب وغير العرب، يعني على مختلف المدن والأراضي الكندية. يعني أنا بدي أضم صوتي لربا إنه دائماً نحن مركز على كمان الجانب التعليمي داخل الكونسرت، يعني مش بس الانترتينمنت، دائماً بيكون الثيم
في معلومة معينة احنا بنحاول نوصلها. لما حكينا عن الميست سوري الايست ميت ويست كنا نحكي عن دمج الموسيقى العربية مع الموسيقى الغربية. لما قدمنا برنامج سيدة أم كلثوم كان مهم جدا بالنسبة لنا انه تهايلايت الموسيقى اللي كتبها رياض السنباطي وغنتها سيدة أم كلثوم من كلمات أحمد رامي تحديدا الثلاثي الذهبي. لما غنينا أغاني سيدة فيروز قدمنا الأغاني فقط اللي قدمتها للمدن العربية، وبعض الأغاني حقيقة زي مثلا حكي عفوا بيت صغير بكندا، أنا ما بحياتي ما سمعت أن فيروز غنت شيء لكندا، واكتشفنا أنه هي مغنية هاي القطعة. طبعا غنينا مكة وغنينا الإمارات وغنينا بغداد والشام الإسكندرية والقدس. فيعني الجانب التعليمي أساسي ومهم في كل البرامج اللي بنقدمها، خاصة مثلا لما نحكي عن الجانب الموسيقي. لما قدمنا برنامج موشحات كنا عم نحكي عن قوالب الموسيقى العربية اللي هي المغنات والآلية زي طبعا الموشحات والتقطيق والمواويل، وحكينا عن السماعي وعن البشرف وعن اللونجا طبعا اللي هي عبارة عن القوالب الموسيقية العربية. بدي نسرين قبل ما أنتقل إذا بتسمح لي حكيم أضم صوتي لصوتك بموضوع السبورت الحقيقة اللي احنا بنحتاجه الآن هو بتعلق بتنمية شبابنا الصغار وهذا الجيل الجديد اللي بيحتاج يدخل على يعني يرجع يفتخر بثقافته. يعني واحدة من الأشياء اللي خلتنا نأكد على وجود المعهد الكندي للعربي الموسيقى هو فكرة انه في صار انفصال بين الجيل الجديد وبين ثقافته العربية، او يعني يمكن النزعة اللي بتصير عند الأهل انه كثير منهم بده يبعد عن الجانب العربي او بده يبعد عن العرب سبب ردة فعل للاطفال انه كمان هم ما بدهم يتعرفوا على العربي، لا بدهم يحكوا طبعا لا بدهم يحكوا عربي ولا بدهم يغنوا عربي ولا بدهم يتعرفوا على الموسيقى العربيه. لكن الحمد لله من خلال الجهود اللي قدمناها من خلال طاقم التعليم الموجود ومن خلال طبعا شبابنا اللي بالاداره الاوركسترا قدرنا لا نرجع هاي الثقه في الموسيقى العربيه. الاهل يفتخروا انه هم بيسمعوا موسيقتهم، وكمان صاروا يشجعوا أولادهم على أنه يكونوا جزء من برامج ومشاريع الأوركسترا. وفي هذا الصدد إذا بسمح لي دكتور أشارككم واحد من البرامج اللي كان في مهرجان 2019 اللي شارك فيه اليوث أوركسترا بعرض مع زميلتنا ريمي بندري. حلو I'm excited already. Every time they do a concert, it's just so interesting for me. And it's so nice and amazing. مثل ما شفتوا هون نحن عم نشتغل مع الأولاد. الأولاد أغلبهم في منهم خلقانين هون، في منهم صغار ولدوا ببلادنا العربية يعني، وكلهم بيحبوا الأغاني وما أغاني. تقريبا الأغلبية بيحكوا إنجليزي، فهي النقطة اللي عملناها نحن بالكورال أنه خلينا الأولاد اللي بيحكوا إنجليزي صار يحكوا عربي، وكتير حبوا الأولاد الفكرة أنه عم بيغنوا أغاني بلادنا، وخاصة هلا مع ريمي عم يشتغلوا أغاني يعني كتير بسيطة للأطفال وكتير حلوة، يلي هي الكبار كلهم ببلادنا العربية ولدوا عليها وتربوا عليها. مدرسة هدفها تنشئ هذا الجيل من الموسيقيين العرب المهتمين بالموسيقى العربية. زي ما انتم شايفين هذا الجيل بيقدر يحمل كتير حمل معانا. الموسيقى العربية رح تكون همهم بيوم الأيام، ونحن جاهزين نحملهم إياه. كونوا معانا. Boys and girls, ladies and gentlemen, please enjoy the music of our beautiful performers and our star tonight, Remy Bendeley. Yeah.
مهرجان فاما كتير حلو، كان في كتير فنانين حلوين، يعني انبسطت كتير. رحت حضرت حفلة من ضمن المهرجان، كتير انبسطت، حسيت انه عن جد في مستوى، حسيت انه في مستوى بالضيوف اللي عم يجوا ليعملوا ليشاركوا بالفاما. ويعني كتجربة ككل بعتقد هذا الشيء كتير مهم، انه عم نجيب موسيقى عربية او موسيقى حتى من الباكجراوند تبعنا ونعطيها للعالم الاجانب. حلو انه عم نقدر نفرجي الكلتشر تبعنا لكل العالم الاجنبية اللي عم يجوا يحضروا الفاما، هذا شيء كتير مميز وحلو. فكرت وخلص. انتوا رجعتونا يمكن 35 40 سنه لورا، اوكي. انا بس بدي ارجعكم سنتين. معي ضيف على التلفون راح يكون معكم، تفضل. يا اصدع عنا حسن امن منا لك جذب من قال الله حسون الأوركسترا لك وفلنش حاجز عجز المبني وحيلة عنك وقران وحاجي لك اشتري الصير وين الطير لك يا عمي هم تحط ونزمنك لك اشتري الصين الله لك يا عمي هم تطوع ونزمنك لك اشتري تموت أموت ويا ريب الشر قبل ما اموت اصيح الحين يا اوركسترا اصيح الحين يا اوركسترا الله يسعدك يا حسين اموت وياك وقبل ما أصيح الحياة هالعرب ما أحلى العرب ما أجمل هالعرب الله الإحساس الله حسون الله وعرفت فرصة وليلي لنها شكر وميالي لنها شكر وميالي لا تضربني لا تضرب كسرت الخيطة وعليك كسرت الخيطة صار لي سنة وست شهور من ضربتك وجعاني من ضربتك وجعاني ترارا ترارا للا ما أجمل اللهجة العراقية ما أجملها لما تتخيل وعرفت فرزة وليفي لنها شقر وميالي
الله الله عليك يا حسن. الله ما أجمل هالعرب وما أجمل هاللهجة العراقية وأجمل هالصوت هالمساحة الصوتية والخامة. رائع يا حسن، رائع. حسون بعضهم قليل، بعضهم قليل جدا مما عند الأوركسترا يعني بصراحة. حبيب يا حسن، أحد يعني أصغر الطلاب فنا وأداء وعطاء للعائلة العظيمة هذه اللي اسمها الأوركسترا الكندي العربي. إلهي ربي يحفظهم دائما وما يحرمنا من شوفتهم ولا من أصواتهم ولا من وجودهم بصراحة. آمين. الله يسعدك يا حسن. آمين. الله يسعدك ويسعد أوقاتك. لازم نذكر إنه عملنا عرض كتير حلو مع حسن اللي هو نغم الرافدين، كان من أحلى العروض اللي قدمتها الأوركسترا فعلاً، ويعني عرض رائع حكى عن الموسيقى العراقية. ما بعرف إذا حسن بعده معنا يمكن يحكي عنه شوي. اي ربا، اي طبعا اكيد يعني. والله هو يا سيدتي الفاضل يعني سيدتي الفاضل الاوركسترا يعني عروض الاوركسترا كلها من العيار الثقيل، يعني احنا من وين نبدي حتى ننتهي بنغم الرافدين. هو كل العروض عرض اجمل من عرض، وهو كل عرض اصلا هو محصل للي بعده، هو نتاج تطوير للنتيجه اللي بتجي بعده. انا على الصعيد الشخصي يعني التطور اللي صار عندي على يعني بأبسط خلينا نقول بأبسط مفهوم فهمي للموسيقى تغير مع الأوركسترا، طريقة تعاملي مع الموسيقى. أنا دخلت الأوركسترا يمكن وفا وربا يعرفون يعني ما أغني إلا لون لونين، هم اللي نبهوني، هم من عندهم تعلمت إن أنت تقدر تغني العراقي الكلاسيكي، وخلوني أسمع عبد الوهاب وسيد درويش وفيروز، يعني فهمي للموسيقى تغير مع هذه العائلة. فلهذا دائما يعني دائما المبدا اللي انا ماشي عليه اقول انه مع الاوركسترا انا كل شيء وبدونهم انا لا شيء للامانه. حبيبنا حسن، احلى التواضع عن جد. تسلم يا حسن. حسن يا دكتور كان يجي 5 ساعات درايفنج من اوتاوا ليحضر التمرين، ومن ثم يرجع لاوتاوا. انا محضر له مفاجاه صغيره بس يعني هذا فعلا ديديكيشن، هذا فعلاً يعني أسمى أنواع الديديكيشن أنك تيجي 5 hours رايح و 5 hours جاي، يعني عن جد. بما أنه فجأنا حكيم، شو رأيك نفاجئه نحن بشغلة صغيرة؟ تفضل يلا معك. طبعاً بسلم عليك محمد عيسى وهبة والطماضر ونور وأرمن. أحلى عالم، الله خليك. أحلى عالم، الله خليك. انا فاجأتهم، ما كانوش متوقعين انه نجيبك، بس انت بقطوة يا عمي، انت حبيبنا. الله يخليك يا دكتور. اي والله انا ما كنت متوقع. حبيب القلب. الله يحفظك، الله يخليك دكتور. يمكن على اليوتيوب وفا اللي عم. لا هو موجود، هو موجود بس انا عم طيب ذكرتني يا حسن. اي حبيبي حسن، معلش انا بدي اسالك سؤال هيك جواب. هل تنظر إلى الفن العراقي الآن بعد دخولك للأوركسترا كما أنت حكيت لنا عن الفن الغير عراقي اللي عبد الحليم ومحمد عبد الوهاب وفيروز، لكن هل تنظر للفن العراقي بنفس الطريقة اللي كنت تنظر إليها قبل دخولك للأوركسترا؟ والله يعني دكتور أكون كاذب إذا قلت لك هي نفسها، قلت لك يعني أنا ما كنت متخيل في يوم من الأيام إنه يعني باستطاعتي إنه أدي أغاني الفنان الراحل ناظم المزالي ويوسف عمر اللي هم رواد المقام. يعني أوكي أنا سامع المقام البغدادي سامع، نعم، بس ما متخيل نفسي إنه أغني. اللي نطاني هذه الجرأة هو طاقم الأوركسترا، يعني أنت تشوف طاقم كلهم عازفين محترفين وكلهم يريدون ينصهرون ويا الموسيقى العراقية تحديدا، اللي حساب تعتبر جديدة، خلينا نقول موسيقى جديدة على الموسيقى العربية بشكل عام، لأن عندهم بعض المقامات المختلفة، بعض الإيقاعات المختلفة. صحيح. من مشاكلتها، بس إصرارهم هو اللي دفعني أنا. لا يعني قلت مع نفسي طيب ما هذه أوركسترا بعظمتها يريدون يقدمون الفن العراقي بأجمل صورة. فأنا همين لازم أقعد أسمع وأتدرب بالحديث على هذه 5 ساعات اللي كنت أسوقها تورنتو. صدق ولا تصدق أنا هذه كانت أدي أعظم 5 ساعات في حياتي أتمرن فيها، يعني أنا ودا أسوق أغني. يا عيني. أستغل التمرين. يا عيني. ساعات التمرين وليس السياقة. محضرين لك مفاجأة هم. تفضل. طيب.
وحيلا عنك وعني وحاجيك وتحاجيني واسمع عنك لك اشتريت الصير طير الطير يا عمي همة حط ولزمنك الله عليك ايش تريد تصير سمك بالماء يا عمي هم تطلع ولزمنك ولزمنك ايش تريد تصير الله الله نجم بتسمع يا عمي هم تلمع وشوفنك وشوفنك تريد تموت تريد تموت أموت ويا لك تريد تموت أموت وياك وقبل لا أموت أصيح عن حيلك أصيح عن حيلك أحب الناس لك تريد تموت أموت وياك وقبل أموت أصيح عن حيل الله ما عليك So the Canadian Arabic يعطيك العافية يعطيك العافية احنا بنشكرك شكر جزيل تسلم هالتم ويسلم هال يعني صوت ولا أربعة ولا أربعة يعني والله شهدتنا مجروحة أساسا شهدتنا فيك مجروحة أكيد يا كاتب ومغني يا عيني شكرا لك يا حسن شاعر وملحن يعني بوابتنا على الكبيرة الأوركسترا الكندية العربية أستاذ وفاء مدام لميس وعمر ومهند وربا وكل الكواير فردا بدون استثناءهم يا رب تنحل أزمة الكورونا بأقرب وقت ويرجع نشاط الأوركسترا ونرجع إن شاء الله نتواجد على المسرح والله ما يحرمنا منكم حياك الله حبيبنا يا حسن حسن هو كان بوابتنا على الموسيقى العراقية يعني هو يعني كان المفتاح لأنه الأوركسترا تتوجه باتجاه برامج للموسيقى العراقية لأنه بتعرف الموسيقى العراقية يعني لها كاركترستيك مختلف شوي نوعا ما عن موسيقى بلاد الشام وكنا يعني لا أخفيك أنا يعني معرفتي في الموسيقى العراقية شوي كانت مش معمقة والموسيقى العراقية فيها صعوبة معينة يتذوقها العراقيين بشكل مختلف عنا نحن في بلاد الشام فالحمد لله يعني من وجود حسن أظن يعني أظن الإيقاعات يعني الإيقاعات والمقامات تبع الموسيقى إيقاعات والمقامات مختلفة طبعا تعاطيهم مع الإيقاع والمقامات يختلف والحمد لله وجود حسن سهل المهمة وأعطى نتيجة زي ما سمعتوا من أروع ما يكون في معنى كمان اتصال من تورونتو ميساساغا أهلا وسهلا فيكي انت لايف مروه جمال اهلا يا مروه الناس الجميله كلها اللي موجوده معاك النهارده في اللايف بجد بص هقول لك على حاجه انا يعني الوشوش دي كلها لما بشوفها لما بنكون بنروح الاوركسترا والحفلات
كفاية البشاشة اللي هم كلهم فيها، دي أول حاجة. سواء أستاذ وفا، سواء ربا، سواء أستاذ عمر، سواء يعني أستاذ لميس، كل الناس الحلوة دي كلها يعني كفاية إن أنت بتروح الأوركسترا عشان تشوفها وتقابلها. الله يخليك يا مروة، الله يخليك يا مروة، مساء عليكم كلكم، الله يخليك يسعد مساكي وكل أخواتك يا مروة. شكرا يا مروة، مروة من انت وحشنا جدا قوي يعني، وان شاء الله احنا بندعي ربنا سبحانه وتعالى ان الموضوع ده يعدي على خير يا رب، ويعدي والوقت يعدي وترجع حفلات الاوركسترا الجميلة اللي كلها احترام وتنظيم وتنوع، ويعني احلى الحفلات انا بحضرها بصراحة معاكم والحمد لله، وكان من حظي ونصيبي يعني ان انا اتفرجت على احلى حفلات عندكم، سواء مروان خوري او مروان ناجي او نصير شمة، حمزة نمرة، والمسلسلات يعني انتوا الحاجة الحلوة اللي فيكم كمية التنوع الجميلة اللي انتوا فيها بجد. ف I wish you all the best، وان شاء الله كلكم ترجعوا back to work، وان احنا ننبسط تاني بحفلات الاوركسترا الحلوة. آمين. وشكرا يا دكتور جمال، شكرا يا دكتور جمال ان انت جبت لنا الناس الحلوة دي عشان نشوفها. كلك زوا يا مروة، كلك زوا يا مروة. شكرا يا مروة، شكرا لك، شكرا يا مروة. اوكي سلام، تصبح ربنا يحفظك. وعليكم السلام، عيد مبارك. يس، كل عام وانت بخير، كل سنه وانت طيبه. باي باي، الى اللقاء يا مروه. باي مروه. طيب احنا يعني كثير انبسطنا باستماع لمروه ولحسن، بس انا بدي اسمع منكم في سؤال مهم جدا بحكي، هل يمكن أن نرى للأوركسترا الكندية العربية كيانات وهيئات وأوركسترات وفروع في مقاطعات ومدن رئيسية في كندا؟ هذا الحقيقة مشروع أن احنا بلشنا نشتغل عليه السنة اللي فاتت لحتى نزيد من الترابط والتواصل بيننا وبين مجتمعنا العربي على امتداد كندا. عملنا بعض الأبحاث أسس لهذا المشروع، الحمد لله يعني كان في نتائج طيبة، لكن للأسف الظروف اللي مرينا فيها في الفترة اللي فاتت بطأت كثير من المشاريع اللي نحن يعني مخططين لها. حقيقة في جعبتنا مجموعة كبيرة من الأحلام، وبهمة الشباب الموجودين وبدعم جمهورنا ودعم ناس مثلكم دكتور جمال وست نسرين، أكيد رح نقدر نحقق جزء كبير منها. اللي صار بالذات بهذا الموضوع انه فكرة التور هي لنفتح هذه البوابة على المدن الكندية الاخرى لنشوف الطاقات الموجودة، وكان ضمن مشروع التور الجديد انه نشرك فنانين محليين من كل المدن او المقاطعات اللي منمر عليها، ان كان بنحكي عن كالجاري، فانكوفر، إدمنتون، وينزر، وفعلا تم التواصل، زميلتنا ربا مشكورة قدرت تتواصل مع مجموعة من الفنانين اللي هناك اللي كنا رح نتشرف طبعا بوجودهم معنا على المسرح، لكن الظروف عم بتأجر لنا التور اللي إن شاء الله بيرجع قريبا إن شاء الله. بعتقد أزمة الكورونا الأكثر يعني أكثر ناس عم بيتأذوا منها هن فعلا الموسيقيين أو الفنانين، لأنه الطريقة اللي نحن متواصل فيها مع الجمهور هي من خلال الفيس تو فيس، يعني من خلال الانتراكشن الجسدي مع جمهورنا، فشوي الشاشة هيك أخذت من نقول أخذت شوي من الرونق أو من هالروح. فمنتمنى يا ربي، يعني منصلي بهالليلة هاي ويا ربي إنه تفرجها علينا وعلى الجميع حتى نرجع هيك نتواصل مع الجمهور، مع يعني تتواصلوا انتم كمان مع الجمهور اكيد. يعني هي فعلا يعني شو بدي اقول، هي ازمه فريده من نوعها، يعني بحياتنا نحن ما واجهنا ازمه زي مثلا حرب، بنعرف الحرب شو بدنا نعمل فيها، بس ازمه زي هيك ما يعني صعب، موضوع جديد على الكل وصعب كان شوي يمكن التاقلم، ولازلنا بعدنا عم نتاقلم بالوضع. حتى كفنانين موسيقيين هلا ابتكرنا قصه الزوم مثلا او هاي اللايف ستوديو، بنغني على الهوا لايف او ممكن نعزف على الهوا لايف، فدائما يعني بنحاول نلاقي طرق حتى دائما الموسيقيين يتواصلوا مع الجمهور وما يكون في اي نوع من الانقطاع. اكيد شوف الموسيقى هي وفا. اتفضل. لا، الموسيقى هي لغة عالمية، ما نقدرش يعني الناس ما تقدر تستغني عنها أكيد. يعني إن كان في حالات الرخاء أو في حالات التوتر صحيح. اللي عم بتصير يعني صحيح. الموسيقى لها دور أساسي في هذا الموضوع،
يعني الناس بتنخنق بتتعب، دائما بتلاقي الموسيقى هي الحل. وكتب حتى كتب في موضوع العلاج بالموسيقى، يعني ابن سينا ألف كتاب كامل في كيفية العلاج بالموسيقى من خلال المود ومن خلال الحالات اللي بمر فيها الإنسان والتعابير اللي بتساعد فيها الموسيقى على حل بعض المشاكل الطبية والنفسية. فوجود الموسيقى شيء أساسي، والناس دائما راح تدور على طرق إنها تتواصل فيها مع الناس. احنا عم نحاول زي ما تفضلتي من خلال يعني شاشتكم، من خلال الشاشات اللي متوفره والبلاتفورمز الموجوده نتواصل مع جمهورنا. عم نشتغل على برنامج انه على الاقل لا سمح الله اذا ضل هالوضع يعني يستمر كمان شوي، كمان احنا نقدم بعض العروض لمجموعه من الموسيقيين على اللايف ستريم. ان شاء الله هذا المشروع نشتغل عليه هوفلي يلاقي النور قريبا، وان شاء الله نضل على اتصال. الكونسرفاتوار يعني الكونسرفاتوري الميوزك كونسرفاتوري بارت اوف ذا اوركسترا، كيف هلا عم بتحاولوا تستمروا بظل هالاوضاع الراهنه؟ عندكم 200 طالب اونلاين، كله اونلاين. يعني اساتذتنا تاقلموا سريعا مع فكره الاونلاين، والحمد لله استمر التعليم، والان الطلاب حتى بيقدموا امتحانات الرويال كونسرفاتوري اوف ميوزك، لانه المعهد بيحضر طلابنا للامتحانات المعهد الكندي الملكي، وامتحاناتهم راح تكون قريبه، والشباب يعني على هبه الاستعداد، وان شاء الله يعني بيقدموا نتائج ترفع راسنا في الجاليه العربيه ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. انا بعرف ان احنا طولنا عليكم. لا بالعكس، لا بالعكس دكتور، بدي بس اعطي كمان اسلط الضوء ولو بشكل بسيط على نشاط اخر نحن بنقدمه بالصيف. نحن عاده العروض اللي مغلقه بتوقف بفترة الصيف وننتقل لبرامج تكون more attractive. هلأ الفرق أو الشيء الأساسي اللي احنا بنحاول نقدمه دائما في برامجنا اللي هي outdoor، اللي هو التركيز فقط على الموسيقى، لأن فكرة مهرجان شوي ضيعت التركيز على الموضوع الموسيقي. يعني المهرجانات اليوم موجودة يا أما بيكون فيها فندرز، بيكون في طعام، بيكون في بيع، وهذا الشيء طبعا مطلوب وجيد انه يكون، لكن نحن في الاوركسترا اصرينا على انه التركيز يكون فقط على الجانب الموسيقي. وكمان رحنا في بعد اخر انه نحن بحاجه للتواصل مع الثقافات الاخرى، ومن خلال مشروع السمر مالتي كلتشر سوري سمر فولك سيليبريشن قدرنا نجمع مجموعة من الثقافات اللي بتشكل الموزيك الكندي لتقدم موسيقتها مع الموسيقى العربية. اسمحوا لنا نورجيكم جزء منه. تفضل.
ابدعته. طبعا انا دكتور الشريك المهرجان اللي هو ادونيس اللي هو اكبر الداعمين للمهرجان، يمكن في ادونيس حتى باوتاوا. بصراحه مجموعه ادونيس من اكبر داعمين للمهرجان وداعمين لمهرجان المالتي كالتشرال فولك سيليبريشن، بيساعدنا كثير كمان بتوفير اللوجيستكس المكان على انه نقدر نقدم هذا المهرجان بشكل مجاني، او المهرجان الاحتفاليه بشكل مجاني للناس بالصيف او الدور لتجي وتستمتع. ف كمان من المنبر هذا بوجه لهم تحيه لمجموعه ادونيس، يعطيهم الف عافيه. طبعا اي داعم بنشكر. احنا يعني يمكن اطول حلقه بنقوم فيها، لكن جمهورنا مش قابل يتركنا واحنا مش حابين نتركه، لكن للاسف لكل بدايه النهايه. انا لي ربع ساعه نايم ولا ما لاحظت. انا قبل ما نغادركم حكيم، بس بهمني بس اوجه شكر خاص. حاطي كل واحد دقيقه، حبدا من عمر لانه نايم عشان صحي شويه. يلا والله يعني بكير يعني شو بدنا نسوي. بس يعني honestly انا مبسوط اني سهرت الليله سهره حلوه كتير. ثانك يو سو ماتش لهاللقاء الحلو، ولتعطونا مجال نشوف جمهورنا وجمهوركم، ونقول للكل بنحبكم كتير، وان شاء الله الله يفرجها قريبا ونرجع نقدر نتقابل وناخذ بعض بالاحضان زي ما كنا دائما. تصبحوا على خير. وفا انا بس كنت بدي وجه تحيه طبعا للجميع وللجمهور ولك دكتور ولست نسرين. وبهمني كمان وجه تحيه للرجال اللي خلف الكواليس، زملائنا في اتش او ام، زميلنا حيدر ومحمد وعلي، زملائنا مأمون وساعدوني شباب نور وياسين، مجموعة من الزملاء اللي عن جد يعني لولا اهتمامهم وإيمانهم في كمان نشاطات الأوركسترا يمكن كتير من هالفن اللي عم بتشوفوه، إن كان بالإخراج إن كان بالتصوير إن كان بالمونتاج إن كان بالأداء موسيقيا، يعني الموسيقى لوحدها لا تكفي، يعني طريقة إخراجها كمان شيء أساسي. وزي ما شفتوا زملائنا في HM كتير يعني أعطونا من مواهبهم وخبراتهم. طبعاً زملائنا زي ياسين بدونه كان ما ممكن ما نقدر نوصل للجمهور العربي على امتداد المساحة الكندية، زميلنا علي بالتصوير، مين ذكروني كمان أنا مش أنسى حدا، مأمون اللي عمل التصاميم كلها is very talented كمان our designer مأمون السم، واحد من الكاليغرافي artist كمان. شكراً مأمون لجهودك معنا دائماً. إذا نسينا حدا يعني بوجه نور بالتنظيم والترتيب والتلفونات وليدة وليدة مزبوط. فإذا نسيت حدا يعني بوجه أنا لكل الناس اللي ساعدت وبتساعد الأوركسترا على توصيل رسالتها للجمهور العربي والجمهور الكندي، بشكركم من كل قلبي على دعمكم وعلى وجودكم معنا. مرة تانية بشكركم دكتور جمال وست سيون والجمهور اللي بسمعنا على دعمكم المتواصل. مهند شكرا لك. دكتور جمال ست نسرين شكرا كثير على الاستضافه الحلوه، وانا يعني عم نحكي عن النوم، انا عاده الساعه 9:30 نايم بس لقاء كان كثير حلو، ونحن كثير متشكركم، وان شاء الله على امل بنشوفكم لايف بدالاس وباوتاوا وان شاء الله كمان ان شاء الله. ختامها مسك وعنبر ربع. شكرا شكرا. يعني مثل ما الحقيقه قالوا زملائي استمتعنا عن جد ومرق الوقت كثير بسعاده وفرح وطاقه ايجابيه. وانت كنت طلبت مني قبل غني، فانا رح اقول مقطع صغير اقول فيه باي صغير. رح اقول اللي
من اللي غنيناها بيروت، واحد من أحب الكونسرت للوبنا، غنينا أغنية يا مايلة على الغصون، وأنا غنيت فيها مقطع صغير، فرح أقول فيها، رح أقول مقطع وودع فيها. يلا سمعينا ربا. بتلكوا ختامها مسك. شكرا. يا مايلة الغصن عيني سمرة سابتنا، يحرق قليب الهوى يا وش عمل فينا. سموك وما أنصف عيني، سموك يا ريق الأس أصيلي من الشجر مشكولة فوق الراس، والرمل ما ينعجن عيني والشوك ما ينداس، والسر ما يحفظه إلا أخيار الناس. الله, الله يا ربا الله. الله الله شو حلوة الغنية بجد، وصوتك كمان يعني الغنية حلوة وانت حلوة وكلكم ما شاء الله عنكم. أنا من هون بدي أتشكركم، بدي أتشكر كل اللي بيدعموكم، كل اللي بيدعموا الفن الراقي، بدي أتشكر كل جهودكم إنكم تبرزوا الوجه الحضاري الأجمل اللي هو الموسيقى، وهذا الشيء نحن كتير بحاجة إليه ببلاد المهجر والاغتراب. شكرا أنكم عم بتضلكم متواصلين مع الجالية وبتشجعوا الجالية إنه ييجوا ويحضروا ويدعموا. أنتم يعني أنتم هوية هذه الجالية وممثلين هذه الجالية بالفن الراقي. شكرا لكم ولجهودكم ولكل ما تفعلونه يعني من أجل يعني إبراز هذا الرقي والإبداع. طبعا اكيد زي ما بحكي دائما ما في كلمه شكر بتكفي. نورتونا باستوديو كانار تي في، الاونلاين استوديو تبع مناسبي اونلاين استوديو، وبنتمنى انه نجتمع ان شاء الله لايف ان بيرسون لما تزول هالجائحه عننا يا رب. استاذ وفا منقدر كثير جهودك وكل الاكيب اللي وراكم، ربا مهند عمر، يعني انا متاكده انه كم العمل رهيب وبيتطلب كثير من الطاقه وكثير من الجهد، فعشان هيك انا من المنبر رح ارجع عيدة مره ثانيه، ادعموا هذه الاوركسترا الرائعه لانها فعلا تستحق، لانه ما في ما اظن لها منافس بهذا المستوى من الرقي يعني على على صعيد كندا. طبعا أنا باسم كنار تي في بشكركم مره ثانيه، بشكر جميع جمهورنا اللي كان معنا. حلقة رائعة، حلقة جميلة، معلش طولنا عليكم بس لأنه فيها الكثير والزخم ولسه ما خلصنا كل شيء. يكفي يكفي أن أحد من الأصدقاء يكتب حلقة بنقول عنها ارفع راسك أنت عربي، وصلت رسالتكم يعني. هذه أعتقد لخصت الرسالة تبعت الأوركسترا الكندية العربية. فعلا نشكركم على ما تقوموا به، نشكركم جميلا على صراع حوار الحضارات، على جمال الموسيقى، دمج الموسيقات. أنا من الفان تبعكم بتعرفوا، لكن لن أكفيكم حقه لأنه يمكن أنتوا إشي كبير يعني. الله يعطيكم العافية، يعطيكم العافية. بذكركم بكرة إن شاء الله الساعة 6 راح يكون معنا لقاء مباشر مع الدكتورة ميسم عن الصحة النسائية. في كتير أسئلة بيسألوها النساء وبيستحوا، حنحكي فيها لايف، حنحكي عن مواضيع مهمة جدا لأخواتنا وأمهاتنا والسيدات في المجتمع. حنحكي الساعة 8 إن شاء الله، أو هنكون لايف ببث مباشر للأذان، والساعة 10 حيكون معها المقهى، حيكون معنا ناس من ذوي إبداع، إبداعات وأشياء جديدة في المجتمع، وكما سيكون معنا حكواتي لأول مرة. تابعوا الحلقة، اللي بحب يتذكر أيام الحكواتي راح تكون الساعة 10. نراكم وتصبحون على ألف خير. شكرا على ألف خير.